اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. حلقه فيها اعتقد كتير جدا من الموضوعات ان شاء الله، لكن طبعا في بدايه الحلقه بنتقدم بخالص العزاء لاسره طبعا لاعب النادي الاهلي الشاب احمد نبيل كوكا في وفاة والده، وده طبعا نعي النادي الأهلي. الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول في وفاة والده. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة المغفور له بإذن الله والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. طبعا يعني أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ولاعب شاب، وكان في حديث قريب جدا مع كابتن أحمد شوبير بيتحدث عن دور والده الكبير جدا، وأنه كان بوصلته في أنه هو يتواجد في النادي الأهلي فترة يعني في التفكير والخروج للإعارة ولا البقاء، وأنه يصبر، وطبعا كان القرار الأسلم هو ما اتخذه أحمد نبيل كوكا، فربنا يغفر ليه ويرحمه ويصبر. طبعا أحمد نبيل كوكا النهاردة كان يعني مراسم تشييع جثمان، وكان موجود عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، وأيضا كان العزاء فارس يعني في البساتين بعد صلاة المغرب. موقف بيكون صعب جدا فقدان الوالد، وخاصة لما يكون مؤثر بشكل كبير جدا في مستقبل اللاعب وكان دايما المرجع ليه. طبعا يا أسامة، يعني أكيد كل التعازي لأحمد نبيل كوكا في وفاة والده، طبعا لحظات صعبة كان باين عليه جدا التأثر، شفت بعض المشاهد يعني كان باين عليه التأثر، لأن الفكرة طبعا في النهاية الأب طبعا غالي على أي حد، ولكن كمان لما بيكون في ذكريات وفي بصمة وفي تأثير وفي دور، ده بيكون أثره أكبر ووجعه أكبر يعني. فأحمد نبيل كوكا من اللاعبين اللي تشوف تربية والده ليه في الملعب، تشوفها في سلوكه، تشوفها في لقاءاته، تشوفها في طريقة كلامه، تشوفها في قد إيه هو طالع كشاب متزن يليق بفكرة إن هو بيمثل النادي الأهلي. هو من اللعيبة كوكا، من اللعيبة اللي فعلا أنا بحبها، بحب شخصيتها، والأب بيرجع ليه ده دور كبير جدا. يمكن أحمد نبيل كوكا في أوقات كتير جدا كان بيشارك الصور اللي مع والده، وكان بيبقى واضح جدا 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 معالم الفرح وتأثير الميداليات والبطولات على والده. أكيد طبعا هيفتقده، وأكيد طبعا كل التعازي ليه، وربنا يصبره ويرحم والده ويكون مسواه الجنة إن شاء الله وتكون آخر الأحزان. آمين يا رب العالمين. طبعا عندنا مباراة مهمة جدا، بل تقدر تقول بقى عدد من المباريات المهمة جدا، وانت راجع بعد توقف طويل جدا. نتمنى إن شاء الله قدر الإمكان نحاول نطلع 70-80% من المستوى الفني اللي انت ختمت بيه آخر مباراة رسمية أمام فيوتشر في نهائي السوبر المصري، والفوز 4-2 بعد الوصول للإكسترا تايم، وكان قبلها بأيام بسيطة جدا حصلت على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية. بعد توقف طويل بتكون الأمور صعبة. صعبة إزاي؟ إن أنت بتراهن على المباراة، بتراهن على مستوى اللاعبين في المباراة الرسمية، بتراهن على مدى استعدادهم النفسي والذهني والبدني والفني. أتمنى إن شاء الله تكون مباراة شباب بلوزداد مباراة موفقين فيها، نقدر نحصد فيها الثلاث نقاط، وإن لم يكن على الأقل يعني نخرج بنقطة تعادل، لأن ترتيب المجموعة وشكل المجموعة صعب جدا. ولكن قبل ما نروح للمباريات، كان عندنا اجتماع مهم جدا مع بين الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط مع مارسيل كولر وجهازه الفني أو برينجر المساعد، وطبعا في حضور المترجم دكتور خالد الجوادي، وكان هناك نقاط مهمة جدا متعلقة كمان بقطاع الناشئين. يعني طبعا يا فارس البيان موجود، الكابتن الخطيب يجتمع مع كولر وبيبو وقيادات قطاع الناشئين. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا بعد ظهر اليوم، جمع كل من مارسيل كولر المدير الفني الفريق الأول ومساعده كارلس برينجر، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بعمل الترجمة.
ومن قطاع الناشئين كان موجود الكابتن وليد سليمان رئيس القطاع والكابتن بدر رجب المدير الفني. جرى الاجتماع في إطار رؤية الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة للحفاظ على التواصل المستمر بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول وإتاحة الفرصة لأي منهم في المشاركة وفقا لرؤية مارسيل كولر عندما تسمح الظروف بذلك. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة في معسكر الإمارات الأخير، وتحدث كولر بإيجابية واضحة عن إمكانياتهم الفنية والبدنية وقدرتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة. جاء في الاجتماع أيضا حديث الكابتن بدر رجب عن وجود عناصر أخرى مميزة في فرق القطاع المختلفة وكلها تبشر بمستقبل طيب. أعتقد يا أسامة مهم جدا ان انت يكون عندك ربط ما بين قطاع الناشئين وما بين الفريق الاول، واحنا هنا في خط احمر اتكلمنا مع سفر اللاعبين في الامارات وقلنا مهم جدا ان يكون التواصل ده، واتكلمنا حتى في فلسفه القطاع ان هي ليست البطوله، ومع ان النادي الاهلي مهم جدا يزرع صفه البطل في لاعبي القطاع ولكن مش دي الغايه، هي وسيلة ان اللاعب لما يطلع الفريق الاول يكون قد ضغوط البطولات. واعتقد مهم جدا ان احنا نبدأ نشوف، خصوصا ان احنا لسه كنا بنتكلم عن كوكا وقد ايه هو لاعب عنده شخصية طالع من القطاع. كتير جدا من اللاعبين طالعين من القطاع، عندك دلوقتي محمد هاني، عندك محمد عبد المنعم الشناوي، تبدأ تشوف في مراكز كتير جدا هتلاقي لاعبين يا أسامة طالعين من القطاع. واعتقد طبعا كابتن رامي ربيعه، انا هنا مش بتكلم على اللي طالع حديثا، انا بتكلم ان دايما بيكون عندهم حته كده اللي هي لها علاقه هوية الفريق بالقياده كمان يا اسامه. ده حقيقي وده شيء ايجابي جدا، وشيء ايجابي كمان ان انت لما فكرت فيه فكرت على جانب اللعيبه المحليين وايضا اللعيبه اللي انت يعني استقدمتهم من غانا، وكان موجود كارلوس برينجر لانه هو المفترض مسؤول عن تطوير يعني لاعبين في الجهاز في الفريق الاول او كمان قطاع الناشئين، وطبعا كابتن خالد بيبو مدير الكره كان عارف كل يعني فريق في قطاع الناشئين، هو طبعا متواجد بصفته مدير كره لكن كان ايضا رئيس قطاع الناشئين السابق قبل كابتن وليد سليمان، وطبعا انا بثق جدا في كابتن وليد سليمان، كابتن بدر رجب وعين كابتن بدر رجب الخبيره، اللي انا حاسس ان شاء الله باذن الله ان يكون في المستقبل القريب بعض من لاعبي قطاع الناشئين موجودين مع الفريق الاول. بس كولر حط نقطه مهمه جدا، هي فكره بذل الجهد، ان انت لازم تبقى عارف كويس قوي ان الفرصه مش سهله، الفرصه صعبه، انت بتحط ضمن تشكيل او قائمه افضل فريق في قاره افريقيا اخر 4 سنوات، ده مش وجهات نظر، انت اخر 4 سنوات واصل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 4 مرات، محقق منهم 3 بطولات، والبطوله اللي انت خسرتها كانت خاصة بظروف مباراة واحدة فقط لا غير على أرض المنافس في هذه المباراة وهو فريق الوداد البيضاوي المغربي، قادر تحقق 3 برونزيات في مونديال الأندية من 4 مشاركات أخيرة، كل ده بيقول لك إن أنت قدام فريق قوي جدا، عشان أنت كناشئ أو كشاب تحجز مقعدك لابد من بذل جهد كبير جدا جدا جدا، وهي دي هوية أبناء النادي الأهلي. يعني أعتقد أنت كنت بتتكلم يا أسامة عن نقطة مهمة وهي القادم، يعني القادم مباراة مولدية شباب بولزداد، أنا آسف، يوم 16، أعتقد مباراة مهمة. كان طبعا في خبر تعيين الجرحي رئيس لبعثة الأهلي في الجزائر، وأعتقد الاستعداد للمباراة دي يا أسامة فاصل وفارق، لأن النادي الأهلي يا جماعة مر بتناقضات في الموسم بتاعه ما بين بداية كانت صادمة بصراحة، أنت بادئ ناهي موسم رائع بقدرات قوية جدا بتحقق كل شيء، ثم بيبدأ موسم بتتعثر في السوبر، ثم بعد كده السوبر الإفريقي، ثم بتتعثر بعد كده في بطولة السوبر ليج الإفريقية، ثم بتحقق نتائج سلبية، ثم الفريق بيستعيد توازنه يا أسامة، بيقدر يتحط على التراك تاني، بيحقق نتائج إيجابية، ثم بتيجي الفكرة اللي هي دايما تخوف اللي ماشي بنتائج جيدة وتبقى كويسة اللي نتائجه سلبية، وهي التوقفات. وهي دي اللي انا قلقان منها، خاصة ان اول مباراة كانت بعد التوقف او بداية الموسم كانت السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري ايضا، ولو تعادت المباراة دي 10 مرات يعني النادي الاهلي بامكانياته الفنية وقدرات لاعبيه وجهازه الفني يقدروا يفوزوا ال10 مباريات، ولكن صدفة ان انت فقدت البطولة دي، كان هناك التباين، قدرت ان انت ترد بسرعة في الدوري وبدأت بداية قوية جدا في الدوري ثم تداخل البطولات، لكن في النهاية قدرت تختم الفترة الأولى دي اللي أنا بعتبرها موسم لوحده
لان انت ما لعبتش فيه غير 7 مباريات دوري، قدرت تختم بانك توجت ببطوله وخدت برونزيه في مونديال الانديه. نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف اللاعبين، واللاعبين والجهاز الفني يكونوا في حالتهم الذهنيه مره ثانيه والفنيه، ونقدر نعدي هذه المباراه، لان المباراه دي هيتبعها مباريات اخرى، وشكل المجموعه صعب جدا، لان انت تعادلت مع شباب بلوزداد، المجموعه النادي الاهلي المتصدر لكن ب5 نقاط، فريق يانج افريكانز اللي انت هتلعبه اخر مباراه على ملعبك 5 نقاط، ميدياما 4 نقاط، شباب بلوزداد 4 نقاط، يعني بالارقام حرفيا ال4 فرق زي ما حضراتكم شايفين يا فارس لهم فرصه حقيقيه في الصعود. بس الاهلي عنده مباراه اقل هو وشباب بلوزداد، ولكن الاهلي عنده مباراه اقل. ما هي مباراه الاهلي اللي اتاجلت، هي أيوة مباراه الاهلي وشباب بلوزداد، فبالتالي ترتيب النقط ده انت لو قدرت تكسب المباراه اللي هي في الخارج لا هيكون حظوظك اكبر. ده بتتكلم فيه ان انت برضو فرصك ان انت قائمه مرتبطه طبعا، ان الجميع حتى هذه اللحظه هو له فرص في لا اكيد اكيد. وحتى فريق زي ميدياما بصراحه كان فريق يعني مفاجئ للواحد في البطوله دي حقيقي، وبيقدم كره كويسه جدا، وشفنا عنده لاعبين مميزين خصوصا في خط الهجوم. ولكن اعتقد مباريات المجموعه ممكن نستعرضها عشان نبدا كده يعني نصحصح الناس معانا ونفكرهم بالمنافسات الافريقيه. طبعا دي المباريات اللي تالي مباراه شباب بلوزداد والاهلي. الاهلي هيلاعب ميدياما في الجوله الخامسه زي ما اسامه كان بيقول لكم خارج الارض، ويانج افريكانز هيلاعب شباب بلوزداد. اسامه ده الجوله الخامسه، والاهلي هيرجع له في الجوله السادسه يلاعب يانج افريكانز، وده شيء مهم جدا. بس ان انت المفترض تحقق نتائج ايجابيه في المباراتين اللي خارج ملعبك. وشباب بلوزداد هيلعب على ملعبه ايضا مع ميدياما، وبالتاكيد يعني هنتمنى التوفيق للاهلي وشباب بلوزداد، يكون الاهلي اول مجموعه وشباب بلوزداد ثاني المجموعه. ده واحنا بنتحدث عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي، ويبدو ان النادي الاهلي ما زال يؤرق البعض، لكن الحقيقه المره دي ما كانش فقط لا غير النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، كان الحديث مع جماهير كره القدم المصريه. لأن الحقيقة إحنا أولا وثانيا وأخيرا بنتمنى التوفيق لكل الدول العربية الشقيقة في الارتقاء في كل مناحي ومجالات الحياة، ومنها اللي إحنا بنتحدث فيه هي كرة القدم. نتمنى التوفيق للتجربة السعودية، نتمنى التوفيق للتجربة الإماراتية، نتمنى التوفيق للتجربة أو الدوري المغربي والتونسي، وكل الدول العربية بنتمنى لهم كل التوفيق. ولكن ده ما يكونش على حساب إننا يكون عندنا نظرة، وأنا آسف إن أنا أقول الكلمة دي، دونية عن ذاتنا، لأن أنا بشوف إن الريادة في الرياضة هي مصر. ممكن تكون في بعض الأوقات في مشكلات وفي سلبيات وبنحاول نعالج ده وبنتكلم في ده وبنواجه وبنصرح أنفسنا بده، لكن فكرة إنك تستدعي دايما وأبدا لاعب مصري ولاعب من النادي الأهلي وتحاول تقلل من شأنه، دي فكرة كانت صعبة جدا. أنا مقدر يعني ان كابتن مدحت شلبي كان بيحاول يجامل او يعني يتحدث عن مجامله لكره القدم السعوديه، وهذا شانه، لكن وما عندناش مشكله مع ده بالمناسبه، لكن مشكلتنا ان انت تعقد مقارنات فيها تقليل من شان لاعب عندك او تقليل حتى من شان كره القدم المصريه. اتكلم وقال السعوديه الان طب طب طب، مفيش ادنى مشكله خالص، وان كره القدم المصريه فيها ازمات واحنا بعيد قوي عن التنافس ده وقللنا والمفترض نتعلم. لا، القصة ما تتقالش كده عن الرياضة المصرية على الإطلاق. كل التوفيق لكرة القدم السعودية، وبالتأكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية، وبالمناسبة بنبارك لمنتخب قطر ومنتخب الأردن لوصوله أول مباراة أول نهائي آسيوي في تاريخه، ده شيء إيجابي جدا لكرة القدم العربية. وزي ما باركنا للمنتخب المغربي بالوصول للمربع الذهبي في مونديال قطر، وده كان شيء إيجابي أيضا. لكن بنحترم ذاتنا، بنحترم ريادتنا الرياضة، بنحترم كرتنا المصرية، اللي بالتأكيد لما النادي الأهلي واجه فرق سعودية لها ثقلها بالتأكيد في قارة آسيا في بطولات رسمية زي مونديال الأندية، قدرت تفوز على الهلال برباعية، وقدرت تفوز على اتحاد جدة بثلاثية، لكن كمان احتفال بلاعب سجل هدف في بطولة ودية تبدأ تستدعي إمام عاشور لاعب المنتخب المصري. أنا هنا مش هتكلم عن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لا، لاعب المنتخب المصري اللي تعرض لإصابة في التمرين محدش شافها غير اللي كانوا موجودين في التمرين، وإصابة بارتجاج في المخ، ومع ذلك اللاعب ده اللي أنت بتقول له نط على قدك يا إمام، هو اللاعب اللي كان مستعد وطالب إن هو يكتب تقرير على نفسه عشان يشارك ويمثل منتخب بلده، لأنه عارف قيمة
منتخب بلده وعارف يعني ايه كلمه مصر في الرياضه وفي الرياده. فالراجل ما كانش عنده مشكله. فما ينفعش كابتن مدحت شلبي بسهوله كده يطلع على الشاشه ويقول له نط على قدك، لا قد امام كبير قوي. قد امام كبير قوي، انت اللي مش قد. تتصور ان امام كلاعب كره قدم والمنتخب المصري قد ايه هم مهمين في كره القدم في الساحه الافريقيه والعربيه. دي مشكلتك انت مش مشكله امام. امام اللي انت اصلا ما شفتوش هو بينط ازاي ولا وقع ازاي، ده بدل ما تتمنى له الشفاء تستدعيه في لقطه وكانك مجهز القصه. الموضوع مش عادي كده، اصل هو ما شافش احتفال لامام فبدا يقول لك ده نفس الاحتفال بس امام وقع، لا ده استدعاء غير مبرر ولكنه مرتب. بيعد ازاي هدخل امام في الموضوع؟ ازاي هدخل كره القدم المصريه في الموضوع بشكل في نظره متدنيه من مواطن مصري رياضي مصري؟ تاني كامل الاحترام لكره القدم السعوديه وكامل الاحترام لكل الدول الشقيقه في تطورها في الرياضه، لكن دون التقليل من شان مصر. هل يا فارس طبيعي ان انت بقى تتفرج على مباراه وبتشوف نجوم عالم وشيء جميل جدا منظم بشكل عالمي ويبدا معلق مصري في هدف بيحتفل سالم الدوسري بالقفزه بتاعته وهدف جميل بالفعل، فتلاقي فجاه جاء امام عاشور؟ انا مش قادر استوعب الاستدعاء ده على اي اساس، ولقطه امام عاشور كانت في تدريب وهو بيقدم مهمه وطنيه مع منتخب مصر. بص يا اسامه، يعني انا بحاول افهم القصه جات له ازاي. يعني الموضوع غريب جدا يا جماعه، وزي ما اسامه قال لكم القصه ملهاش علاقه بمباراه ما بين الهلال والنصر او حدث رياضي سعودي. بالعكس كلنا كنا بنتابع، كلنا انا كنت بتابع وبكتب خلال المباراه ومتفاعل مع الاحداث وكنا سعداء بالشكل اللي احنا بنشوفه. ويا جماعه القصه مش خناقه، بالعكس انت عندك في السعوديه اتكلمنا قبل كده الناس بتعمل الهوم ورك بتاعها، الناس بتذاكر، الناس بتشتغل، الناس عايزه تظهر بافضل شكل، الناس عايزه تبرز الشيء الجميل عندها والسلبيات تحاول تزقها او تقلل منها او تعالجها. طب انت كرياضه مصريه ما عندكش امور ايجابيه؟ عندك، عندك امور ايجابيه كتير. طيب كنت ممكن ابقى مدخل القصه ببعد تاني لو جه حد قلل من الرياضه المصريه من الجانب المنظم للحدث او الفعاليه الخاصه بالهلال والنصر. ده انت اللي بيقلل منك وبيستدعيك في سياقات غير مفهومه بالمره هو معلق مصري، وده يا جماعه جلد ذات او محاولة لصناعة شيء غير مفهوم أو حالة غير مفهومة. أنت عندك النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي وأحداث تخص منتخب مصر أنت المفروض تكون حساس جدا في الكلام عنها. وأنا مش فاهم يا جماعة هو ليه التبرع، ليه التبرع بالتقليل مننا؟ محدش طلب منك، محدش قالك تعالى قلل. ما احنا يا جماعه ده الاستاذ وليد فراج الاعلامي السعودي الكبير واللي ليه باع في الرياضه لما حصلت مناوشات واتعمل له بعض الفيديوهات الساخره منه وبعد ثلاثيه الاهلي على الاتحاد، الراجل طلع قال خطاب يعني وبمنتهى الفكاهه وبمنتهى الروح المرحه، وانا كنت بهزر معاكم يا مصريين والاهلي كذا وكذا وكذا، وهو اعلامي سعودي. انت كمصري ليه بتروح لبعد تاني؟ ليه قبل كده من وقت كاس العالم للانديه برضه كنت تستدعي الاهلي وتقول اصل كاس العالم للانديه دي بطوله مع العفش؟ هو ايه الفكره؟ يعني اصل يا جماعه انا عايز ابقى متسق مع ذاتي، القصه عند مدحت شلبي مع احترامي وانا عشان اكون امين هي مش مرتبطه بس بان هو بيعلق على مباراه في السعوديه او كده، لا هو طبيعته هو عنده دايما شعور ان هو يقلل من 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 الحاجات اللي هي بتنور في الرياضه المصريه. لاعب زي امام عاشور بتاثيره وبقيمته الفنيه هنا مش اهلي وزمالك، انت ليه بتحطه في مقارنه مع سالم الدوسري وهو لاعب كبير جدا؟ وتخيل يا اخي ان بالمصادفه النهارده وانت معلق اشوف احد الاصدقاء السعوديين منزل حاجه لسالم الدوسري ويتحدث ان هو احد القوه الناعمه للرياضه السعوديه. مصادفة غير طبيعية. وعلى فكرة بمعزل عن قصة إمام عاشور خالص، الراجل سعودي وله باع في الرياضة ووظيف لبرامج كتير جدا، كان بيشيد يا جماعة أن هذا اللاعب سالم الدوسري لم يأخذ حقه. ليه قال كده؟ لأنه شاف الكلام على لاعبين في قطر والكلام على لاعبين في الأردن وهو قال لا لازم ناخد بالنا أن عندنا قيمة اسمها سالم الدوسري. حلو جدا وبرافو وشابوه وشيء جيد جدا ودورك كإعلامي أنك تعمل كده. طب على الجانب الآخر
هو انت ايه مشكلتك مع النادي الاهلي؟ وليه استدعاء؟ وليه ليه قلتش الصوره كامله؟ يعني انا احنا هنا لا ننكر ابدا واقع. واحنا هنا لما بنكلم المشاهد دايما بنعتمد ان هو يصدقنا في كلامنا، احنا عندنا مشاكل في حاجات كتيره جدا، عندنا امور كتير جدا تخص اتحاد الكوره وتخص الملاعب وتخص التصوير وتخص الجوده، محتاجين ان احنا نعمل لها ابجريد ونروح لحته تانية، كل ده مش مختلفين عليه، وبنشوف امور كتير جدا واستضافه فعاليات حاليا وبناء استادات وبعض الامور اللي رايحه في طريق ان انت لا لازم تبدا تشتغل في الملف ده، لان انت طبيعي عندك دور مهم وشغالين فيه. ولكن على الجانب الاخر لما انت تستدعي، ليه بتستدعي الصوره الوحشه بس؟ يعني ليه قبل كده تامر بدوي برضو في احد التحليل على المباريات، سيبك من التقليل من النادي الاهلي اللي حصل في مواجهه الهلال، لا ده كمان حتى في نهايه الاستوديو راح قال شوف شكل تسليم الكاس، شوف لا ده احنا عندنا ما بيحصلش، ده النور ليه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ده احنا اتعلمنا كده بالفطره، يعني بالفطره محدش بيروح في مكان تاني عند جاره يتكلم على بيت أهله، ده حاجة كده في التراث الشعبوي المصري، هتلاقي دايما كده. عمرك ما تروح تقلل من بيتك ولا من أهلك وانت عند جيرانك، عمرها ما بتحصل، بل بالعكس بتحاول تتباهى بنفسك، نقول نهضة كذا 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 وشغل كذا كذا وتطور بنشيد بيه وعايزين نشتغل على نفس المستوى عشان يبقى فيه منافسة. احنا عندنا الاهلي مع ذلك بيعمل نتائج في كاس العالم للأندية، 3 برونزيات في الفترة الأخيرة، بيكسب الهلال بيكسب الاتحاد وأيضا نادي الزمالك عشان أكون أمين، قدر يتخطى يتعادل مع نادي النصر وهو كان متقدم والنصر بكل نجومه ونادي الزمالك موقوف من القيد، نادي الزمالك قدر يواجه الهلال الأهلي السعودي وتفوق عليه. أبدأ أتكلم بالسلبيات والإيجابيات. إمام عاشور ده لاعب تعرض لارتجاج في المخ أثر فنيا بشكل كبير جدا على حظوظ المنتخب، استدعاءه للشماتة والسخرية وعلى قدك، وإيه إيه لغة الحوار دي؟ إمام عاشور لاعب كان بيلعب في أوروبا، إمام عاشور قيمته التسويقية تكاد تكون نفس قيمة سالم الدوسري إن ما كانتش تتجاوزها بشيء بسيط. إمام عاشور لاعب دولي في منتخب، إمام عاشور مسجل في الاتحاد السعودي، فأعطيه قدره. انما النوع ده من التقليل الغير مفهوم بالمره، انا بقول هو فعلا تدني في المستوى وتدني في التعليق، وانا كنت اتمنى عشان اكون صريح ان يخرج اعتذار عن ما حدث من هذا المعلق من سلوك غير محترف وغير مهني، وليس في اي ضوابط تحترم قيمة تيشيرت منتخب مصر وقيمة لاعب يمثل النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط ويتم التقليل منه بالشكل ده واستدعاءه استدعاء غير مفهوم وغير مبرر. كنت اتمنى ان يكون في اعتذار، وان هذا الراي السيء والراي يعني الغير مقبول بالمره يمثل المعلق ولا يمثل ابدا ابدا اي شيء اخر، لان هي دي المشاعر. احنا بنفرح بكل الناس اللي بتعمل اي خطوات وبنفرح لاشقائنا، واتكلمت يعني انا حتى قلت بشكل شخصي امبارح انا عندي اصدقاء في السعوديه كتير جدا على مدار سنوات لم أرى منهم إلا كل جميل وكل طيب والعلاقة على أجمل ما يكون، الناس بتتمنى لنا كل خير، ولكن إن يجي معلق لا يقدر حجم هذه الأشياء وبكلمات منفلتة يا أسامة يسحبك في حتة تانية خالص، بشوف إن ده سلوك غير مسؤول بالمرة مع التقليل من لاعب كبير كان الأجانب والأوروبيين بيشيدوا بيه خلال بطولة أفريقيا. أصل هو لو مش عارف قيمة إمام عاشور فيعني وأنا يعني أكاد أجزم إن هو قاصد يعمل ده لأسباب متعلقة بيه هو ولمكاسب شخصية بالتأكيد، يبقى عنده مشكلة الحقيقة في أنه يتعامل مع ملف الرياضة المصرية. الأهم كمان أن أنت مش قادر تستوعب أن أنت بكلمات زي دي بتستفز مشاعر شباب مصري، فيبدأ يكتب عن قوة الدوري المصري أو يكتب عن إمام عاشور أو يقلل من لاعب زي سالم الدوسري، فيبدأ يتعرض ما ده اللي أنا أقوله يتعرض للجانب السعودي، فيدخل أشقاء من الجانب السعودي ياخدوا القصة في الرياضة في مباراة ودية بسبب معلق مصري. وبالمناسبة هناك بعض الرياضيين والإعلاميين السعوديين انتقدوا مدحت شلبي من قبل هذه المباراة وقالوا ان اسلوبه ده اسلوب لا يناسب الدوري السعودي، فاللي انت بتعمله ده اصلا هو مرفوض عندهم هناك، فانت بتتبرع بيه ليه؟ نظرة الدنيا ما تخليهاش مرتبطة بالدوري المصري، ما تخليهاش مرتبطه بحاجه انت لا تملكها. انت عايز تعيش مع حياتك الشخصيه فيها نوع من انواع ان انت مستشعر النظره الدنيا دي، براحتك، ده حياتك، ده توجهك. لكن تستدعي لاعب مهم اتكلمت عنه
الصحف الأجنبية طبعًا. وتكلم عنه جماهير كرة القدم الأجنبية على أندية بمختلف انتماءاتها وميولها، وكان حديث في قارة أفريقيا، وانت تيجي تقول له نط على قدك، لا انت مش عارف إمام عاشور كويس. خلينا نستعرض بعض التويتات اللي احنا جبناها من على إكس اللي بتتحدث عن إمام عاشور مع المنتخب المصري، وهنا بنتكلم عن إمام عاشور لاعب المنتخب المصري. هنا تويتة بتقول إمام عاشور محرك الأهلي ومنتخب مصر، وكان في كلام آخر بيتكلم عن إن إمام عاشور لاعب الدوري المصري، لاعب نصف ملعب رائع، احضروه للأرسنال. وهنا يا جماعة إحنا عايزين نوضح حاجة، إن ده لاعب بيشوفه أجانب بالشكل ده. طب أنت كمصري بدل ما تروح تقول عندنا لاعب زي إمام عاشور تبدأ تقلل منه، ده أنت كأنك بتدور على الحاجة المنورة وتطفيها يا أسامة. ده حقيقي. إمام عاشور أدهشني لمسة ورؤية وتمريراته ومهاراته بالكرة للاعب سوبر، إذا لن أفاجأ إذا قام نادي أوروبي بالتوقيع معه بعد البطولة. كمان كان كتير جدا من الأشقاء سواء في الجزائر أو في دول تانية كانوا بيكتبوا إمام عاشور لديه 10 رئات كمدمن للعمل، وإمام عاشور رسالة تقدير. وطبعا كان أي حد بيرى بعين مجردة كان هيكون شايف أن منتخب مصر خسر خسارة فادحة بغياب إمام عاشور. هنا رقم 8 بمنتخب مصر إمام عاشور لعيب، ويمكن يعني مواقع كتير والبي بي سي أشارت بعد بطولة أفريقيا أو بعد خروج حتى المنتخب المصري أن إمام عاشور من أبرز اللاعبين في البطولة والمرشحين للعب في الدوريات الكبرى في أوروبا. احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح، هل إمام عاشور قيمته الفنية تستدعي ده؟ لا. طب أنا أروح لك لما هو أبعد من ده، اتكلم عن أي لاعب مصري حتى لو قيمته الفنية لا تصل إلى قيمة إمام عاشور، ده أيضا نظرة دونية غير مقبولة. يعني القصة احنا جايبين نوضح له اللي هو مش شايفه، العالم بيتفرج على بطولة أمم أفريقيا شافوا إمام عاشور إزاي وشافوا اللاعب رقم 8 في منتخب مصر ازاي، لكن ده حتى الكلام ده هيكون غير مقبول على اي لاعب حتى لو لم تصل قيمته الفنيه لما وصل اليه مستوى امام عاشور. امام عاشور بيسجل هدف في اول مشاركه في مونديال الانديه فريق اتحاد جده السعودي. ده حقيقه اسامه، ويمكن امام عاشور يعني جمهور الاتحاد لو تحدث عنه هو نفسه هيديه قدر اكبر من مدحت شلبي بكتير جدا. لو استدعينا الصور وشفنا إمام عاشور في مشاركته في كأس العالم للأندية، هذا هو إمام عاشور بالكرة بينما كان مدافع اتحاد جدة يعني بيحاولوا إيقافه بأي شكل وما قدروش في ده. يمكن كان حصل تغيير اللاعب ده بعد اللقطة دي يعني تحديدا، وإمام عاشور كان في الملعب يتعامل في المباراة دي بشخصية لاعب كبير، مفيش أي فوارق. أنا آسف يعني يا مدحت يا شلبي لو هتيجي تتكلم هنتكلم عن فابينيو وهنتكلم عن كانتي، لا انا بقول لك في المباراه دي كان امام عاشور افضل بكثير جدا، ده بلغه الارقام وبلغه الواقع ماشي. وجهات نظر ان انت تتغاضى عن كل ده وتبدا تروح لحته بتحاول تقلل من لاعب مهم جدا ومؤثر جدا في منتخب مصر والنادي الاهلي، هذا شيء غير مقبول. ويا جماعه للمره المليون كل حد في موقع أو رسالة أو مكان هو بيتحلى بمسؤولية، مش المسؤول هو من يدير بس، المسؤول كمان هو اللي تحت المنظومة دي. فأنت وانت موجود في موقعك كلمة ربما تودي الناس اللي بتتفرج بحالة إيجابية جدا وبحالة شايفين مباراة فيها إثارة ومتفاعلين معاها يتاخدوا الحالة سلبية تماما بسبب معلق أو بسبب شخص ما كانش متحكم في مفرداته وما كانش بيتحلى بالمسؤولية على الشاشة وتسبب في مشهد لا يليق. بص يا فارس، عشان برضو الناس ممكن بعض جماهير نادي الزمالك تقول طب ما انتم ما انتقدتوش إمام مدحت شلبي قبل كده لما قال، لا انتقدناه احنا هنا بنشهد في القناة ولم نعبر او لم نتحدث عن تجاوزات مدحت شلبي في بعض او بعض تعليقاته، فالامر بالنسبة لنا مرفوض ومش عاوزين ناخد القصة لقصة اهلي وزمالك، لاننا لما تحدثنا قلنا اي لاعب مصري واي لاعب في منتخب مصر وكان بيمثل منتخب مصر لا يمكن التقليل من شأنه بهذا الشكل. مش كده بس يا اسامة، والله انا بعفوية يعني تامة وانا بتكلم عن النتائج، استدعيت نتائج الزمالك ضد الاهلي السعودي او ضد النصر السعودي، لان يا جماعة كرة القدم ما فيهاش محاولة ان انت تقلل من حد في موضع ما فيهوش مجال لده.
لأن النتائج تتحدث، وأتمنى بمرة تانية بكررها وبأكد عليها، احترام لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر هو يمثل احترامك وتقديرك للأندية والمنتخب اللي بيمثله اللاعب دي. التقليل منه هو شيء يسيء ليك قبل ما يسيء لأي حاجة، ويحسب عليك قبل ما يحسب على أي شيء، لأنك أنت مفترض تبرز الشيء الخاص بيك والخاص بوطنك قبل ما تبرز أي شيء تاني. ودي رسالة للبعض اللي ربما يعني أصبح مش قادر يشوف الأمور الإيجابية، وعلى الأقل مش قادر يصمت، ده كمان بيحاول يشوهها. وإحنا لن نسمح بتشويه أي شيء إيجابي عندنا، سواء في النادي الأهلي أو في أي مكان، لأن ده دورنا الإعلامي. نشوفكم بعد الفاصل والحديث ممتد. ولسه مكملين معاكم وفقرات الأهلي خط أحمر، وطبعا بنبارك لكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر توليه المهمة، وده طبعا إعلان أو وجود كابتن حسام مع كابتن إبراهيم طبعا مدير فني ومدير المنتخب الأول، وده قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الاجتماع يوم الثلاثاء، وطبعا تم تشكيل الجهاز، وكل التوفيق طبعا لكابتن حسام. واحنا كالعاده بنبقى دائما وابدا في خلف المدير الفني والجهاز الفني لاي منتخب. فرصه كان منتظرها كابتن حسام حسن كتير جدا، جات له الفرصه، نتمنى الدعم له، ونتمنى يعني يكون الامور يا فارس اداريا تتسق مع اجواء عمل وتقديم صورة فنية لمنتخب مصر تختلف عما قدم في الماضي. نعم. فأنت شايف في تفاؤل ولا نفس؟ لا بص، يعني أنا عايز أقول لك، هو أنت طالما جبت مدرب مصري، كابتن حسام ما كانش هيسيب حد المرة دي. فأنا بشوف أنت حققت أمنيته، وعشان نشوف آخر التجربة دي. وللأمانة يا جماعة، يعني كابتن حسام حسن شفت حاجة يمكن كان الزميل رضا في الإعداد اتكلم عنها، وأنا عايز أقف عندها لأن أنا مش هعملها هنا. فكرة نصائح حسام حسن، كلم رضا كل البرامج بعنوان نصيحة لكابتن حسام حسن. صعب قوي يا جماعة، صعب قوي يبقى أنت في منتخب مصر اديت مسؤولية لمدير فني، وربما تتفق تختلف، ولكن قصة نصائح لكابتن حسام حسن غريبة جدا. كل البرامج بعنوان نصيحة لكابتن حسام حسن، أنا ما أعتقدش أن دي البداية الأفضل بالفكرة الأفضل اللي احنا نخاطب بيها المدير الفني لمنتخب مصر. ما كابتن إيهاب جلال مسك، ليه ما سمعناش نصيحة لكابتن إيهاب جلال؟ ولو أنا شخصيا لو هحط مقارنة ما بين طبيعة التجارب اللي خاطها حسام حسن تدريبيا والخبرات كلاعب وما بين كابتن إيهاب جلال، لا هقول لك حسام حسن أقوى بكتير جدا جدا جدا. إن حسام حسن خاض تجربة مع نادي الزمالك قدر فيها، وقتها الزمالك كان بيعاني في المركز ال 14، وصل بيه لتاني، وكان في طريقه لحسم الدوري، تواجد مانويل جوزيه في موسم استثنائي، لم يكن هذا الدوري ليضيع من حسام حسن إلا إن أتى مانويل جوزيه. أمور أخرى زي النادي المصري، وصول نهائي كاس، بيخسر من الأهلي في الإكسترا تايم، بيوصل لنصف نهائي الكونفدرالية، تجارب كتيرة يا جماعة مع فرق جماهيرية فيها ضغوط والشغل تحت ضغط. لاعب لما انا يا جماعه شخصيا لما بفتكر كده تيشرت منتخب مصر بفتكر حسام حسن، دي حاجه طول عمري بقولها. وعلاقتي بحسام حسن بتاع المنتخب دي قصه تانية خالص، وان كان طبعا بصمته مع النادي الاهلي لا احد يقدر يقلل منها، ولكن ربما شابت تجربه كتير من الامور. ولكن حسام حسن في المنتخب يا اسامه ده النوستالجيا بتاعتك والذكريات بتاعتك في امور كتير جدا. فهذا النوع من الحديث والتعامل مع حسام حسن بفكره النصائح انا شايف فيه مبالغه ومش حلو، وكأنك انت حطيت نفسك هيمشي بنصيحتي ولا مش هيمشي، هيعمل باللي انا قلته ولا مش هيعمل. من التصيد ده مش حلو، قلقان من التصيد. انت متفق معايا في ان الفكره طبعًا فيها مبالغه كبيره جدا. ده حقيقي، ولما رضا غانم بيتكلم فعلا قلت له لا ده يعني طب ده ما اتقالش لروي فيتوريا اللي ما مسكش منتخب قبل كده. طب على الاقل كابتن حسام حسن خاض تجربه الى حد ما ناجحه مع المنتخب الاردني، ده حقيقي، ووصل بيهم لمباراه فاصله، يعني مباراه ملحق يصعد بيها كاس عالم. فالقصه يا جماعه انت بتتكلم عن حد حتى درب منتخب الاردن. ففكره ان انت تبدا تحاول ان انت تقول بقى ادي نصيحه، لو انت بتتكلم بقى على جانب عشان برضو نكون واضحين،
جانب الانفعالات او اللي كان بعض المواقف اللي صدرت، اعتقد كابتن حسام حسن هيكون اكتر واحد حريص هو وجهازه الفني ان هو يقدم صوره مغايره. لكن لما تيجي تتكلم عن كابتن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، انا يمكن شفت فيديو كان بعد فوز منتخب مصر ببطوله امم افريقيا 2006 وتم الاستعانه بكابتن حسام حسن، قدر يسجل في هذه البطوله وكان قائد بمعنى الكلمه للمنتخب المصري اللي كان لسه بيتحسس خطى بعد الخروج من تصفيات المؤهله لكاس العالم، وبتقدم بطوله مختلفه تماما. طلع بتصريح قال كان مهم جدا الناس الغلبانه دي تفرح، فكره احساسه بالشعب وبالمواطن المصري في كره القدم يا جماعه ما ينفعش نجزئها. فانت جايب واحد حريص على انه ينجح، عارف كويس قوي ان الكره دي كره بسطاء، فانا هقدم اقصى حاجه عندي من اجل اسعاد البسطاء. طيب الدور الطبيعي اللي يعمله الاعلام ايه؟ ان انت خد القرار، المسؤولين خدوا القرار، فانت داعم للتجربه حتى تصل لمرحله وقتها تقدر تقول لا التجربه لم تؤتي بثمارها، لم تنجح او التجربه نجحت. فاعملوا دوركم وسيبوا الناس تعمل دورها عشان الناس تتحاسب. ليه؟ لان ده بالظبط اللي احنا عملناه. احنا هنا واعتقد يعني اشاداتنا بروي فيتوريا حتى بطوله قبل امم افريقيا يا فارس كنا بنشيد بروي فيتوريا بشكل واضح جدا، كنا بنتحدث وبنقول احنا داعمين للمنتخب. طلعنا قلنا يا جماعه ده مش منتخب حازم امام، ده منتخب مصر وهنفضل داعمين للمنتخب ده لان ده دورنا. بس في وقت للحساب، تعال نتحاسب بقى. انا وفرت لك بيئه صحيه جدا ان انت تشتغل، انا ما كنتش عائق ليك في انك تشتغل، انا سبتك معاك كل الصلاحيات تماما. بعض السلبيات كنا بنشير ليها بالتاكيد لان ما فيش سلبيات هنعديها لو هي سلبيات واضحه من اجل التصحيح، لكن كنا في ظهرك، كنا داعمين ليك، كنا شايفين ان التجربه دي تستحق اننا نصل لتحقيق البطوله، وده كان قناعاتنا قبل البطوله ما تبدا هنا ان مصر تستطيع تحقيق البطوله. قلنا في عمق في السكواد، قلنا عندنا لعيبه مهمين جدا، لكن اللي حصل في امم افريقيا بيخلينا تعالى بقى نتحاسب. مش انا اديتك كل الصلاحيات، مش انا دعمتك، مش انا وصلتك للمرحله اللي لازم يكون فيها نقطه حساب. انا مش دوري ان المسؤول عن التفاوض ما حطش محطات للحساب منها محطه امم افريقيا، مش مسؤول ان المسؤول عن التفاوض ما قدرش قيمه تاريخ منتخب مصر مع امم افريقيا. عشان كده لما انا اجي اتكلم واقول يا جماعه تعالوا حاسبوا المسؤول، فانا راجل اديتك اللي انت تستحقه، اديتك الدعم، صح؟ انا انتظرت منك ايه؟ تقدم لي صوره مميزه للمنتخب المصري، قدمت لي صوره باهته، صوره سيئه، سلبيه جدا، لدرجه ان انا لعبت اربع مباريات ما قدرتش افوز في اي مباراه، وانا المنتخب المصري في مشوار لو انت اللي بتختاره قبل القرعه وقلنا لك تعالى انت كمنتخب مصر اختار الفرق والمنتخبات اللي تقابلها حتى وصولك للمباراه النهائيه، ما كنتش هتختار مشوار اسهل من ده. فنيجي نحاسب، نجيب كابتن حازم امام المشرف على المنتخب، المسؤول الاول على المنتخب، فيطلع بعض الاصدقاء المقربين لكابتن حازم امام واللي بيشغلوا مناصب اعلاميه. يا جماعه هو احنا بنتكلم كلام مرسل؟ هو احنا بنتكلم كلام مش موثق؟ هو احنا بنحمل حد مسؤوليه لم يكن يتحملها؟ ده اللي المفترض يتسال. انا هقول لاصدقاء كابتن حازم امام في الاعلام، لان انا مقدر جدا فكره ان انت تكون بتدافع عن صديقك، ده شيء ايجابي جدا. لكن الكلام ده مش في المصلحة العامة، في مصلحة عامة، مصلحة منتخب مصر أهم من كل شيء، مصلحة منتخب مصر فقط لا غير، مش تحقيق شيء بطولة فقط، لا ده البطولة دي لها عوائد أخرى كتير جدا على مستوى المكافآت المالية، على مستوى الشهرة وتنشيط السياحة والحديث عن المنتخب المصري. احنا في ناس كتير جدا عرفت البرازيل من منتخب البرازيل، فدي نقطة كانت سلبية جدا. ولكن خلونا نروح لأحد أصدقاء كابتن حازم إمام، كابتن أحمد حسام ميدو، اللي عنده مشكلة مع اللي بيحطوا المسؤول أمام مسؤولياته، نشوف قال إيه ونرجع نعقب. مرة تانية مش عايزين ندور على كبش في ده، أنا شايف إن البلد بكلها عايزة تشيل حازم إمام كأس الأمم الأخيرة. أنا عشت التجربة دي قبل كده، أنا وأنا لعيب شلت الكأس الأمم الأفريقية بتاعة تونس 2004، وكان أسهل حاجة بالنسبة للإعلام وبالنسبة للمسؤولين وقتها إن إحنا نشيل ميدو، إن هو الراجل النجم بتاع الفرقة بيلعب في مارسيليا بتاع، وده كلام مش مظبوط. حازم إمام راجل مخلص وراجل ظلم
في الموقف اللي هو موجود فيه، لان هو في النهايه كابتن حازم راجل بتاع كوره، مش شغلته ان هو يعمل عقود، ومش شغلته ان هو يتفاوض على عقود، ومش شغلته ان هو يحط شروط جزائيه. المفروض ان في لجان قانونيه وناس بتتفاوض وناس تبقى دي شغلتها. احنا للاسف كل واحد بيعمل شغلانه التاني، وفي الاخر اسهل حاجه ان انا اشيل النجم اللي اقدر ان انا اضحي بيه. حازم امام اسطوره في الكره المصريه، وانا حزين جدا، اكيد عنده اخطاء مش هتكلم في حاجه، لكن انا حزين جدا باللي بيحصل معاه، حزين جدا لان حازم امام ما يستاهلش المعامله دي مننا. حازم امام ما يستاهلش المعامله دي مننا، ده حقيقي اللي بيقوله كابتن احمد حسام ميدو، مشاعره صادقه. وانا بقول منتخب مصر والله ما كان يستاهل برضو ده مننا. يبقى انا بالنسبه لي بقى منتخب مصر واسم مصر في افريقيا اهم، ولا اسم اي لاعب مصري مهما كان قيمته كلاعب اهم؟ انا ازعل على اسم منتخب مصر ولا ازعل على اسم لاعب؟ ازعل على اسم منتخب مصر ولا ازعل على اسم مدير فني؟ انا ازعل على مين؟ هل منتخب مصر يستاهل مني ان انا اروح بطوله المفترض ان انا مرشح ليها لاني كنت واصل نهائي البطوله السابقه اخرج بدون تحقيق فوز، مش عارف اكسب منتخب موزمبيق؟ هل اسم مصر يستدعي مننا كده يا كابتن ميدو؟ طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، قال كابتن حازم امام مش شغلته يعمل عقود. طب انا اكلم مين ينسق قصه العقود وشغلته وكل واحد يعمل شغلته؟ هو كابتن حازم امام جاي من بره الاتحاد ولا من الاتحاد المصري لكره القدم؟ ده راجل عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، انقطع عن حضور جلسات الاتحاد لما تم اختيار كابتن ايهاب جلال بالتصويت، وتم مرادته، وتم إقالة كابتن ايهاب جلال في 14 يوم، وتعالى ارجع يا كابتن حازم. اذا كابتن حازم راجل مسؤول، المفترض كابتن حازم مين اللي يكون شايف ان يكون في لجان قانونية تعمل العقود دي؟ مين اللي المفترض يكون شايف؟ انت لو انت بتبرأ كابتن حازم ده انت بتدينه. ليه؟ لانه عضو مجلس اداره في اتحاد كره القدم المصري، يعني المنوط بيه تحديد ايه اللجان اللي المفترض تشتغل شغلها وايه الناس اللي المفترض ما يتحملوش شغل غير شغلهم. لكن القصه ان كابتن حازم انا فارس قال انا الوان مان شو، ده حقيقي انتوا جربتوا وانا ما رضيتش عن التجربه بتاعتكم، اركنوا بقى انتوا على جنب وسيبونا انا اشتغل وانا هنزل الملعب. بص يا اسامه، يعني يمكن انا عايز بس اضيف على اللي انت قلته في حته تخص كابتن حازم. القصه يا جماعه شقين، شق فني البعض ممكن يجي يقول لك ده مردود عليه، ما انتوا لسه نفسكم بتقولوا كنتوا بتشيدوا في فيتوريا وكنتوا بتتكلموا في فيتوريا وكنتوا شايفين ان فيتوريا مدرب كويس، طب ما هو بالتالي ده الهوم ورك بتاع حازم امام وعمله، وفق ما وفقش دي مش بتاعته. انا بشوف ان ده حق يراد به باطل. ليه؟ بالراحة بس، يعني بنتكلم بالمنطق وبالعقل، وبعيدا عن فكرة ان احنا هنا بنتكلم كأهلوية ولا زملكاوية وجايين نشيل كابتن حازم امام الليلة، لان القصة ملهاش علاقة بكده خالص. قصة لها علاقة يا جماعة بمنطق وتحمل مسؤوليات. لما انا اخد مسؤولية شيء يبقى لازم بالتالي احاسب، زي ما كنت هاخد الكريدت لو نجحت، زي ما تحمل الفشل والاخفاق. الى الان كابتن حازم امام ما طلعش اعتذر للناس عن تجربه هي كلها وليده افكاره، لان هنيجي بعد كده الكلام وبنستعيده تاني عشان ما حدش يقول ان احنا بنتجنى او ان ده ما كانش حقيقي. فبالتالي التجربه الفنيه يا جماعه مرتبطه ببعض الامور. انت خدت ريسك. خدت ريسك بان انت اللي اخترت مدرب ما عندوش خبرات مع منتخبات. هتقول لي طب ما فلان ما عندوش هيكتور كوبر، لا مش حقيقي، لان كابتن ميدو جاب كلام تاني وقال لك اصل هيكتور كوبر ما كانش، لا هيكتور كوبر كان مدرب لجورجيا. وانا اسف، انا اسف، المقارنه ما بين روي فيتوريا وهيكتور كوبر هي مقارنه مضحكه، مضحكه في كره القدم، لان خبرات روي فيتوريا غير خبرات هيكتور كوبر اللي كان بيدرب الانتر ميلان والراجل بتاع النهائيات والمباريات الصعبة والراجل اللي كان عنده خلاف شهير جدا مع رونالدو الظاهرة، رونالدو البرازيلي الظاهرة بكل تاريخه، وتسبب ليه في مشاكل وكان عنده شخصية مختلفة خالص. فمع احترامي لما نيجي نحط شخصية هيكتور كوبر ومسيرة هيكتور كوبر مع روي فيتوريا ونسقة الكلام على بعضه فهذا كلام ليس منطقي. طيب هروح لحتة تانية، انت اخترت ريسك حد ما عندوش خبرات مع المنتخب. طب شفنا ايه في ارض الملعب؟ شفنا الراجل مخضوض،
كل خبراء الكورة وكباتن منتخب مصر والناس اللي لها باع كبير جدا في الكورة قالت لك هذا الرجل مغضوب. الرجل قاعد على الخط ساعة إصابة صلاح تحس إنه في عالم تاني، مفيش، في دنيا تانية. الرجل لما استقبلنا الهدف اللي كان يعتقد إن إحنا خرجنا من البطولة بيضحك. وهدف موزمبيق في أول مباراة لينا اتخض لما جاء التعادل. ده هنا اتخض، ده بقى فيه فكرة الصدمة والاستسلام في علم النفس. لما دخل فينا الهدف بتاع الرأس الأخضر التاني وانت عندك مباراة ما تعرفش نتيجتها ايه، الراجل كان بيضحك. ده انا خلاص بلغة الجسد انا رميت الفوطة، انا بقول جوايا انا راجل مش مقاتل، ما امشى على الخط وبيسقف وبيشد لعبته وبيحمس لعبته، ده ما حصلش يا أسامة. فاذا انت كان عندك رهان، الرهان ده كنت هتاخد الكريدت بتاعه لو نجح، او تاخد السلب بتاعه لو هو كان رهان غلط وان انت ما رحتش لخيار الأأمن. طب تعالى بقى الجزء اللي فيه مغالطة كبيرة، هو كابتن حازم إمام بتاع عقود برضو ده شيء ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يعني إيه؟ ما هو كابتن حازم فعلا مش بتاع عقود، بس يا جماعة أنا آسف هي مش قضية في محكمة، فأنت هتيجي تقول أصل الصياغة القانونية كانت كذا. لا، الراجل اللي بيحط عقد في اتحاد الكورة ده الراجل القانوني، أنا مش بلومه، أنا مع أسامة في فكرة إن أنت كمان مسؤول إن حد يكون عندك قانونيا يصيغ افضل عقود. بس مع احترامي، هو مين اللي بيتفاوض ويحط الفيجن بتاعته والرؤيه بتاعته والشروط العامه والامور العامه للرؤيه مع الاتفاق مع مدرب؟ هو في اداره النادي الاهلي ولا في اداره اي نادي لما بتيجي تقول للمدرب ده انت راتبك الاساسي كذا، يتدرج في حاله تحقيق كذا، لو خدت بطوله كاس العالم للانديه ده حصل في عقد كولر، لو خدت بطوله كذا بتاخد حافز كذا، لو هنلجا لاي اخلاء او اي فسخ للتعاقد في حاله خسارتك كذا بيكون شروطه الجزائيه كذا. دي رؤيه اداريه، انت بتغالط الناس يا ميدو، انت بتضحك على الناس، دي رؤيه اداريه. في الاخر اخد الورق اللي قدامي ده، ادي الورق اهو في الرؤيه بتاعتي، صغهولي قانوني. اللي بيقول غير كده يا جماعه بيضحك علينا، والقصه مش فهلوه في الكلام، القصه بتجارب. انا شفت كابتن ميدو بيتكلم في الكوره كويس قوي، بس كفنيا لما خد منصب او تولى مسؤوليه المدرب شفته بيتكلم في خطه وفيجن ورؤيه اداريه، شفته مع نادي الزمالك، شفته بيتكلم في الاعلام وكذا، بس شفت افكاره الغير منطقيه. فالقصه مش ان انت تبقى سويت توكر، مش ان انت تبقى متحدث يعني باسلوب او بلغه البعض يروح معاك فيها، لا، القصه بجد. ما ينفعش تخلي ابدا مسؤوليته، لان انا لما اجي اقول زي ما اسامه قال لكم كده، انت عندك يا اسامه كاس امم 2023 اللي هي كوت ديفوار اللي انت قلت عليها، و25 في المغرب، وانا كاس العالم مهمه سهله 26. جدا المفروض لما اجي انا صيغه اقول لك ايه، لو انت وصلت سي مثلا كوارتر فاينل سيمي فاينل انت هنا بالنسبه لي راجل مكمل. طب لو انت خرجت من يحق لي ان انا اتخذ اجراء او ان انا افسخ العقد من طرف واحد دون الرجوع لالتزامات ماليه او شهر جزائي بسيط. شهر بسيط، احنا قاعدين بنتكلم في ده. انا اسف يا جماعه والله، لو احنا جايبين فيتوريا نتفق معاه هنفكر كده، احنا عندنا بطولتين كبار هما اللي يقيس عليهم انت راجل. انا كاس العالم عندي سهل، هو انت تنفع معايا في كاس العالم ولا لا؟ ما احنا رحنا في كاس العالم وهيكتور كوبر كان مكسر الدنيا وماشي. فارس خلي كاس العالم صعب. تمام، كاس العالم ده امتى؟ 2026 بالظبط. انا عندي خطوتين، انا الارقام القياسيه بتاعت منتخب مصر، انا رقم واحد في السبع بطولات، بطوله اخيره واصل نهائي. فالمفترض انا مثلا هفكر في ال 26 سهل او صعب، وانا عندي تجربتين على ارض الواقع يقولوا لي المدرب الفني ده يكمل معايا ولا لا. يعني الراجل ده لو طلع بيا من الدور الاول مرتين هيكمل معايا؟ ده الف ب، وده غياب رؤيه. هل ده محتاج بقى اداره قانونيه في الاتحاد؟ ده اسامه، ما هو بقى ده يا جماعه، هذا الكلام حق يربي باطل. اللي بيقوله ميدو هو مع احترامي هو ضحك عليك كمتلقي، ان انت تقول ما فعلا كابتن حازم ماله بالعقود، لا مش حقيقي، مش حقيقي. وكلنا بنتعامل مع اداره النادي الاهلي وبنشوف الاحترافيه وبنشوف ان الصياغه والاهداف والاتفاقات بتكون رؤيه لجنه كوره بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب، ثم تنعكس في شروط بعد كده انت تقدر تقيم عنها. انما فكره انا اجي اقول انا تعالى انا جبت لكم سي مارسيل كولر، تمام، نجح فشل اي حاجه تحصل، الشؤون القانونيه، اصل الاداره القانونيه اللي ما عادش العود. هي الاداره القانونيه حضرتك بتصيغ افكارك، الاداره القانونيه بتاخد اللي جوه الدماغ ده وتطلعه في ورق، فالرؤيه نفسها كانت غلط.
والرؤيه نفسها ما كانش فيها تصور مبني على وعلى فكره ده اللي حصل. هو كابتن حازم ما كتبش العقود بايديه، هو كابتن حازم وصل لاتفاق فبعت لاتحاد الكره يا جماعه انا وصلت الاتفاق ده صيغوا لي البنود عشان الراجل يوقع. بص كابتن ميدو تختلف تتفق معايا، احنا دايما بنقر ده، هو بيعرف دايما يروح لحته لو انت مش هتركز معاه فيها هتقتنع وهيعجبك طريقه الكلام وهتروح تصدق، انما لو انت مركز وبتتكلم في جوب ديسكريبشن واضحه وبمهام واضحه لا طبعا القصه عمرها ما هتعدي عليك. طيب عشان ما نبقاش بنقول كلام مرسل وزي ما احنا كده تناقشنا معاكم على الهوا وكلمناكم بمنطق ولا انحيازات، هو جه قال انتوا بتشيلوا حازم ما في اتحاد كوره وفي كذا، وانا شايف ان القصه مختزله ومختصره في حازم. تعالوا نسمع كابتن ميدو، هو نفس الكابتن ميدو وهو بيتكلم على حازم امام بعد امور كان حازم امام عنده موقف سلبي فيها من ايهاب جلال وبدايه تولي حازم امام المسؤوليه. ميدو كان بيقول ايه؟ النهارده في ثوره في اتحاد الكوره، النهارده في ثوره في اتحاد الكوره، الناس اللي هي كانت بتاخد قرارات فنيه مش بتوع كوره كان لازم ان هم ياخدوا جنب. اقعد لي بقى كده على جنب، معلش انت ايه؟ انت طلعت بصوتك وعملت فيها بتاع، اقعد بقى على جنب، سيب الناس بتاعت الكوره ايه؟ ان هي تشتغل، عندها شخصيه ما عندهاش شخصيه، قصتهم ايه؟ لازم ان هم يتحملوا مسؤولياتهم. النهارده حازم امام ركب الشغلانه النهارده. ركب الشغلانه واشتغل النهارده، بقى له 8 ساعات في اتحاد الكوره بيشتغل. حازم امام النهارده اتصل بكارلوس كيروش، وكارلوس كيروش بنسبه 90% هيرجع يقود الاداره الفنيه للمنتخب المصري مره اخرى. هيرد بكره. ده نمره واحد. نمره اتنين، في تفاوض مع مدير فني اجنبي لاتحاد الكوره، المدير الفني الاجنبي ده هيجي بمشروع وهيشتغل. انا بقول لكم ايه اللي هيحصل وايه اللي بيحصل، علشان خلاص ما ينفعش ان احنا نقعد نتفرج على بعض. كارلوس كيروش في خط معاه، ولو كارلوس كيروش حتى لو النسبه 10-15% ما وافقش على العوده، في بديل باسم كبير ومدرب كبير، خلاص مفيش هزار. تمام؟ نمره اتنين، في تفاوض مع مدير فني اجنبي كبير صاحب خبرات كبيره، هيجي يمسك التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكره ويحط مشروع والناس هتقعد تتابع المشروع بتاعه. نمره ثلاثه، كابتن حازم امام بيتفاوض مع مارك كلاتنبرج، طبعا الحكم الدولي السابق والحكم في البريمير ليج السابق، ان هو في بكره في جلسه معاه عبر زوم، وبنسبه كبيره الراجل هيجي يمسك خبير تحكيم وهيمسك منظومه التحكيم في مصر. فاحنا كده قفلنا ثلاث خانات دول لازم يتقفلوا باسرع وقت ممكن، ولازم الناس تبدا تشتغل، وكان لازم الناس من الاول ان هي تدي الشغلانه لاهل الشغلانه. ادي بالبلدي طول عمرهم في الفلاحين يقول لك ادي العيش لخبازه، وانت راجل بتاع اداره اشتغل في قصه تانية، انت راجل بتاع تسويق اشتغل تاني، انما الكوره لاهل الكوره. بس انا بقول لكم ان حتى لو كارلوس كيروش ما جاش، في تفاوض مع مدير فني اجنبي كبير صاحب خبرات كبيره يجي يسوق الشغلانه دي بتاعت المنتخب الاول. خلاص مفيش، خلاص حد هيدي فرصه لحد ان هو ايه يقلل منه، وان هو خلاص ان هو الناس خلاص شافت وعرفت وشافت التداعيات بتاعت الشغل بتاعهم، وان كل حاجه مكشوفه. خلاص احنا في زمن يا جماعه مش هتعرف تعمل حاجه ومحدش هيبص عليك. يعني ما اعتقدش في حد بيرد على نفسه بالشكل ده، قال لك احنا في زمن خلاص مفيش حاجه انت فاكر هتعملها ومحدش هيبص عليك. ما هو احنا هنا بقى دورنا ان احنا بنخلي الناس تبص صح، ونخلي الناس تشوف المسؤوليات صح، ونخلي الناس ما تتنصلش من مسؤولياتها. لانك يا كابتن ميدو انت في اللي انت بتقوله كنت بتفرش الفرشه يا ميدو لحازم امام. انت يا ريتك قلت الناس شافت ان حازم امام هو رجل الوقت ده، وبحكم خبراته الكرويه وبحكم ان هو راجل لاعب كوره عنده خبرات ولاعب منتخبات فيقدر يجي يكون عنده رؤيه. لا ده انت طلعت حرقت اعضاء مجلس الاداره التانيين وقللت منهم، وهو اصلا انا ما اقدرش استغرب لان كابتن حازم نفسه عمل كده. يعني كابتن حازم لما طلع مع كابتن شوبير هو نفسه لم يتردد لحظة في الهجوم على زمايله في الاتحاد، وان هو افكارهم وان هو مش هيروح الاتحاد، وان مفيش حاجه اسمها تصويت، وان هو من الاخر كده مش مقتنع بيهم ومش مقتنع بقراراتهم الفنيه، وانا اللي اكون ماسك قصه الكره لا. فانت جيت كملت عملت فولو على الفكره العريضه بتاعته وقلت حازم ركب الشغلانه وحازم هو اللي بيدير. طب وهو بيدير
لما اخفق طلعت بقى تتعامل معاه ان انت ركبت الشغلانه واختياراتك ما كانتش موفقه والعقود ما كانش فيها فيجن واضحه وما كانش فيها رؤيه واضحه وكان فيها قصور شديد جدا 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 في التدرج وفي تحميل قصه الراتب وفي تحميل قصه الشرط الجزائي، وطلعت زي ما انت اتكلمت بالشكل ده، طلعت تتكلم بالشكل ده وتكون اول واحد بتقف عند الخطا الاداري لكابتن حازم، لا انت ما عملتش كده، انت برضه حاولت تلاقي له مخرج. ففي في الحالتين ما اعتقدش القصه كان لها اي علاقه بمهنيه ولا رؤيه فنيه، ده واضح يا اسامه ان في الحالتين زي ما انت قلت انا بجامل، والمجامله يا جماعه مش على حساب مصر ولا حساب منتخب مصر ولا على حساب المال العام ولا على حساب 100 حاجه. المشكله يا فارس ان هو جه قال لك ايه؟ اركن بقى اعضاء الاتحاد على جنب، حازم ركب الشغلانه، طب لما حازم اخفق كابتن حازم طبعا امام جاب اللي على جنب دخلهم هم تاني في الشغلانه وبيحملهم هم المسؤوليه. هي الفكره برضو ابعد من فكره مجامله فقط لا غير، لان الفيديو اللي فات ده اتكلم عن رؤيه حازم امام كمان للتعاقد مع رئيس لجنه الحكام كلاتنبرج، وده معروف بعلاقته الشخصيه كصديق ايضا لميدو. انا قناعاتي ان ميدو مش بس بيدافع عن فكره حازم امام كقناعات انها صداقه وان ده دور بيعمله كصديق حتى لو على حساب منتخب مصر حتى لو على حساب كره القدم المصريه، لا ده برضو دفاع عن قناعاته اللي بالتأكيد ما كانتش بتتجزأ عن قناعات حازم إمام وتشاور ما بين الثنائي في إدارة ملف كرة القدم المصرية. وده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا ما عندناش أدنى مشكلة مع كابتن حازم إمام كلاعب نادي الزمالك وأحد أساطير جماهير نادي الزمالك، ما عندناش أدنى مشكلة مع كابتن حازم إمام أنه أحد المؤهلين للجلوس في الاستوديوهات التحليلية في أي مباريات متعلقة بالدوري المصري أو غير الدوري المصري، ما عندناش مشكلة مع ده. والبعض بيجي يروح لسكة يا جماعة ده الناس دي بتعمل عمل عام فالمفترض إن هم يروحوا محللين هنا وهنا وهنا، مفيش حد بيجبر حد على فكرة العمل العام. أنت لو شايف في تعارض قول شكرا للعمل العام، ده أمر بسيط جدا. لكن اللي بيحصل منذ الخروج وكابتن حازم إمام لم يظهر، وده توقعناه وقلناه، قلنا ان كابتن حازم امام لم يظهر الا بعد هدوء الاجواء تماما تماما، لان قصه مواجهه المسؤول من وجهه نظرنا بيفتقدها كابتن حازم امام، الا في نقطه بدايه الرحله. وده الفيديو ده بنستعيده مره اخرى عشان اللي بيسمع اي فقره مره اخرى لقصه تحمل الاشخاص لمسؤولياتهم يبقى فاهم ان ده مش كلامنا مش وجهه نظرنا، احنا بنوضح الصوره. تعالى بعد فيديو ميدو عن حازم امام ركب الشغلانه، شوف بقى كابتن حازم امام بنفسه اتكلم وهو راكب الشغلانه وقال ايه، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قلت ان التصويت يعني كان ضدك في موضوع اختيار كابتن ايهاب جلال. في موضوع ريو فيتوريا كان هناك تصويت ولا خلاص كان تفويض؟ كان تفويض. كان تفويض من المجلس، والناس بصراحه كان يعني انا كلهم بصراحه يعني وانا هناك في البرتغال الاستاذ خالد الدرندلي يلا يا حازم خلص يلا يا حازم اي حاجه شوف الدنيا احنا معاك، لواء حلمي بيكلمني على طول، بركات طبعا الناس كلها، انا يعني الناس كلها حاج عامر كان عندنا في الجروب كل شويه ناقص 76 يوم ناقص 80 يوم بيعد كل يوم يا جماعه. الحاج عامر بيبان ان هو سيريس جدا بس هو لذيذ جدا وبعدين يعني عايش الاجواء زي ما بقول لك احنا كل يوم في الجروب مثلا ناقص 80 يوم يا كابتن حازم ناقص 79 على ان ما لسه ما تعينش ما جاش مدرب يعني. ف لا الناس كلها الاستاذ جمال علام طبعا يعني يعني اول ما مضيت بعت لهم على الجروب ان خلاص الحمد لله وصلنا لاتفاق يعني والراجل مضى وكده، الناس هم مسفريني ومعايا التفويض اساسا فالناس محترمه جدا. ده كلام كابتن حازم امام، الراجل كان واخد تفويض كامل من اعضاء مجلس الاداره وكل اللي بيتقال له في الجروب احنا وراك احنا في ظهرك خلص واحنا معاك وفي عد تنازلي لعد الايام، والراجل قال بوضوح بوضوح لما مضيت بعت لهم، لما الراجل مضى يعني معاه بعت لهم على الجروب. فالمفترض لو في اي مشكله متعلقه باخفاق منتخب والتقليل من شان قيمة المنتخب المصري في البطولة هو اللي حاصل على أكبر عدد أو رقم قياسي في تحقيقها، أنا خاطب مين؟ أنا أكلم مين؟ أكلم الناس اللي ميدو وحازم إمام ركنوهم على جنب؟ أكلمهم أقول لهم لأنكم مسؤولين قدامي إن أنتوا قبلتوا إن أنتوا تتركنوا على جنب، لكن المسؤول الأول مين؟ قدامي المشرف على المنتخب
المسؤول الاول قدامي اللي مضى مع المدير الفني دون وضع اي شرط ينص على احقيه الاتحاد في فسخ التعاقد في حاله فشل الراجل ده في بطولتين امم افريقيا قبل كاس العالم. اخاطب مين واكلم مين وانا جاي بنفس وكابتن حازم بيقول لك انا المفوض؟ قصه يا جماعه اننا نجامل على حساب المنتخب دي قصه مرفوضه. ما عنديش ادنى مشكله لفكره انا فارس صديقي اطلع دافع عنه، انا صديق فارس يطلع يدافع عني، ده في امور متعلقه بحاجه خاصه لكن مش حاجه عامه، مش منتخب مصر، مش سمعه كره القدم المصريه في افريقيا. ايه المشكله لما يكون المسؤول الاول عن اي شيء بيحدث فيه اخفاق يحاسب؟ هو ما كانش ياخد الكريدت لما كان المنتخب هينجح؟ ما كناش هنسقف؟ ما كناش هنقول شابوه؟ ما كناش هنقول يعني خطوه موفقه وكسبنا اداري جيد؟ كنا نقول الكلام ده ونقول خلاص كابتن حازم امام تعلم من اخفاقاته السابقه واصبح الان يمتلك من الخبرات نتيجه الاخفاقات السابقه التعلم منها، بقى عنده قدره على تحقيق نجاحات على ارض الواقع. لكن احنا وصلنا لرؤيه واضحه ان كابتن حازم امام مكمل في الاخفاقات والناس لسه مكمله في دعم كابتن حازم امام، وعادي جدا اخفقنا في 2019 واحنا البطوله على ارضنا وطلعنا من دور ال 16 وبنخفق الان وهو المسؤول الاول عن المنتخب، مش بعيد نلاقيه برضو بنخفق في 2025 لا قدر الله وهو مسؤول عن المنتخب. والله يا اسامه انا شايف في الفيديو الاخير في جمله يا جماعه خطيره جدا جدا ما خدتش حقها، ويمكن المره اللي فاتت استعرضنا الفيديو ما وقفناش عندها بالشكل ده، وهي فكره انا بعت لهم قلت لهم احنا ماضينا. القصه دي يا جماعه جمله في غايه الخطوره. متخيل اتحاد الكره بالكامل اوت اوف قصه العقد؟ مضيت، ما انت مش هتمضي مع الراجل غير لما حطيت كل الشروط بتاعتك والاتفاقات بتاعتك. يا كابتن ميدو قانونيه ايه ولا الناس القانونيين؟ ده الراجل قال لهم احنا مضينا. انت عامل زي واحد بيقول انا اتجوزتها وبعد كده بيبلغ ابوها، ما خلصت، اتجوزها. فالقصه كارثيه. الجمله دي يا جماعه تتاخد كده، وانا بقول للامانه اعضاء اتحاد الكره كانوا في غايه يعني المثاليه، وانا اعني الكلمه، في التعامل مع كابتن حازم. هو لما جاء تحدث مع كابتن شوبير وقال ما بروحش وهم اختاروا وانا مش قابل التصويت، طلع في الاعلام باعهم ولبسهم قصه ايهاب جلال. مفيش عضو اتحاد كره واحد عمل كده معاك يا كابتن حازم. طب نسكت؟ لا، سايب كابتن ميدو ظاهرك الاعلامي يشدهم. لا، هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه بالظبط؟ وهنا ليس دفاعا عن اعضاء اتحاد الكره لان احنا لسنا في انحيازات الاطراف، ولكن دفاعا عن المنطق. الراجل بيقول لك انا بعتت لهم العود وبعتت لهم القصه وقلت لهم خلاص مضينا، ثم بعد كده بنكلم الناس دي في عود وفي شروط جزائيه وبتاع، والى الان لم يخرج كابتن حازم امام ليتحمل مسؤوليته ولا يقول للناس ان انا اصقت عقد بشكل معين ولا اتفقت اتفاقات معينه، بل بالعكس ساب كابتن ميدو اللي هو بتليفون واحد ممكن يقول له ميدو يعني الناس دي كانت معايا بجد يعني في منتهى الشياكه، فمش كمان هتجيبهم تلبسهم الليله معايا. لا، مش جاهز. كابتن حازم مش مدرك ان اللي احنا حصل لنا في افريقيا ده فشل؟ ربما انا عندي قناعات بده، لان رغبه استمرار فيتوريا انا اعتقد خرجت تصريحات ان كانت دي رغبه كابتن حازم ان فيتوريا يكمل، وكمان الراجل نفسه فيتوريا بيقول للناس هو انا ايه اللي حصل؟ انتوا مستعجلين، انتوا ازاي بتاخدوا قرارات متسرعه؟ كذا وكذا، فاعتقد ده حصل بعد نقاشات حصلت مع المشرف على الكره في المنتخب يعني. ولكن فيديو يا جماعه اخير مفيش كلام بعده كتير، لان لما يجي حد يكلمك في قصه العقود وفي قصه الاختيار وفي قصه اي مسؤوليات، في حد خرج في اتحاد الكوره وقال اللي بيحصل ده كله في ضامن ليه وفي حد يتحاسب عليه. تعال نشوف الفيديو ونرجع نعقب. كتر خيرك يا دريش، ربنا يخليك. هل حصل كابتن حازم محمد بركات كابتن بركات المره دي على ضمانات كافيه انهم يكون معاهم ملف الاستبدال وزاره التربيه والفنيه الفني، ولا ممكن الامر يتكرر؟ ولو تكرر وقفت ايه؟ انا واقف معاك دلوقتي، انا كنت بقف قبل كده. انا عمري طلعت قبل كده اتكلم، فده خلاص ده خير اجابه على اللي انت بتقول. ان شاء الله انت ضمنتنا درويش ان شاء الله. يلا حسن اتفضل. جمله يا جماعه يعني لما بيوجه احد الاسئله عن امور تخص المنتخب وبيقولوا ايه الضمانات اللي فات ما يتكررش، قال لهم هو انا كنت طلعت اتكلمت قبل كده؟ شفتوني واقف الوقفه دي معاكم قبل كده؟ فانا الضمانه.
اعتقد يا جماعه القصه ليس لها اي علاقه باهلي وزمالك، واحنا بنحترم كل الناس، وكابتن حازم امام لاعب له تاريخ كبير جدا ونقدره، وهو دمس الخلق جدا، وهو شخص يعني عمره ما يسيء لحد. فالقصه يا جماعه احنا مش داخلين خناقه، احنا بنتكلم في حاجه تخص الصالح العام وتخص الرياضه المصريه، ومش عايزين نخرج بقى نخون، لان الكلام ده سهل، ولو بالطريقه دي سهل جدا نقول كلام كتير، انما الموضوع مش كده. وايضا في قصه اصل كابتن حازم هو مش محتاج حاجه من اتحاد الكوره، هو احنا يا عم قلنا كابتن حازم يعني في امور تتعلق بفساد مالي، ولا هو واخد حاجه من عقد فيتوريا؟ هو انتوا ليه بتحطوا كلام على لسان الناس ما ياتوش؟ انما يا جماعه جزء من الاخفاق الاداري وسوء الاداره هو ان انت تحمل اتحاد الكوره تبعات اتفاقات معينه ما كانش فيها رؤيه بعده المدى. فهو ما يا جماعه يعني قصه ان انت تحمل اتحاد الكوره وتحمل الكوره المصريه اخفاقات، انا ده عندي اسوأ ما انت فكره خدت حاجه ولا ما خدتش، لان ده امر احنا عمرنا ما نتكلم فيه، ولا ده موضوعنا، ولا نشكك في ذمم احد، ولا قصه دي عمرنا طرحناها هنا ولا هنطرحها. انما انت تيجي تهاجمني بيها عشان اقول لك انا ما قلتش كابتن، لا انا ما اتكلمش في كده خالص. وقصه اصل الكابتن حازم امام شغال متطوع، ما المتطوع يا جماعه لو هو العمل العام ضايقه يقعد في البيت. لو انت قررت تطرح نفسك متطوع عليا ما تضرنيش، انت مش بتجب عليا ان انت متطوع، انت خدت وجاهه اجتماعيه وخدت كريدت كبير جدا اعلامي وصحافي وتكتب ده في السي في بتاعك الاداري، فما تجيش تقول لي اصل هو بيشتغل متطوع والناس بتهاجمه، لا متطوع حضرتك ومش عايز تتحمل اعباء قصه التطوع يا اسامه. لا ما احنا ما جبناكش ما قلنالكش والنبي تعالى تطوع، مش اجباري، هو التطوع مش اجباري، انت جاي بتقدم حاجه انت مقتنع ان انت شايف نفسك جدير بيها، بدليل ان انت لما تم استبعادك بعد 2019 عدت مره اخرى تاني للصوره، واستعرضنا الحلقات السابقه يعني فيديوهات عن اجواء اتحاد كره القدم وانتخابات اتحاد كره القدم، وانت عندك علم بيها، ومع ذلك خدت التجربه وخدت كريدت من التجربه دي، لان منصب عضو اتحاد كره القدم المصري ده له كريدت، ويتعمل زي ما فارس قال دعايه بيه، ان انت تقدر تتواجد في استوديوهات تحليه تقدر، ومش بمعناه ان كابتن حازم قد ناقص فكره الكريدت ده، لكن لا بيتحط ان انت عضو الاتحاد المصري لكره القدم بتذكر في التاريخ. لما بيجي كده تاريخ كره القدم المصريه من 1921 اتحاد كره القدم المصري بيبقى معروف مين رئيس الاتحاد، مين اعضائه، مين كان وكيله، مين نائبه، دي كلها تاريخ كره القدم المصريه. واحنا ما بنفخرش بجعفر ولي باشا بالتأكيد. لحد دلوقتي يعني ده تاريخ يا جماعه، وتاريخ اتحاد الكره ربما يعني انا اسف اقول ان اتحاد الكره صورته الذهنيه يعني اديرت بشكل كبير جدا جدا على مدار سنوات، ربما خلى فكره منصب اتحاد الكره بعد قصه لجان ولجان معينه من الفيفا ولجنه ثلاثيه ولجنه خماسيه، وراحت القصه لحته ان بقى الموضوع سهل جدا، او قصه التواجد في منصب اتحاد الكره سهل جدا. لا يا جماعه احنا كان عندنا اتحادات فعلا اللي هو حرب الدهشوري، كابتن سمير زاهر، كتير جدا، مش عايزين بقى نغفل اسماء، يعني كان اتحاد الكره ده اسم رئيس اتحاد الكره ده حاجه يعني كبيره جدا، وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره حاجه كبيره جدا. ربما سنوات من التعارض ما بين العمل الاعلامي وما بين عضويه اتحاد الكوره، ما بين فكره العمل في رئيس لجنه حكام وانا عضو اتحاد كوره، رئيس لجنه مسابقات، هذه الصوره الذهنيه عن اتحاد. انا لما خاطبك عضو مجلس اداره اسامه غير ما خاطبك رئيس لجنه مسابقات بالزبط. غير ما خاطبك رئيس لجنه حكام. فيا جماعه اعتقد نحن نتحدث هنا من اجل الصالح الرياضي، وضميرنا مرتاح ان احنا لا عندنا غرض ولا عندنا توجه، ولكن توجهنا بجد هو مصلحة الرياضة المصرية. ولو حد ركز في كلامنا وحاول ياخده كطرف خيط كده يبدأ منه، هيفتكر ان الناس دي كانت على الشاشة بتقول الحق، والناس دي كانت على الشاشة عايزة منتخبها اتحاد الكرة يكون بيليق باسم مصر، وكم هي كبيرة مصر. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وباقي فقرات الأهلي خط أحمر، وطبعا ما زلنا في أجواء الحديث عن أزمة المنتخب المصري، بدافع يعني مصلحة رياضة كرة القدم قبل كل شيء، وكرة القدم المصرية والمنتخب المصري. ولكن لما بنيجي نشوف على المستوى الإداري واللي احنا بنتابعه من تعاملات
ونروح لسكه كمان المستوى الفني، فنلاقي تصريحات تقف قدامها كده، هو ايه ده؟ ايه اللي كان بيحصل؟ بالمناسبه احنا هنا كبرنامج اول ناس عقبت على اختيارات روي فيتوريا، وتحديدا اختيار ايمن عبد العزيز، واتكلمنا وكنا شايفين هو اختيار روي فيتوريا؟ ايه يا عم؟ ما ماشي يعني الراجل اصلا قال له انت مالكش صلاحيات فنيه معايا، ما لسه 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 هنكمل بس مش عايزين نختم بكابتن ماشي. حازم ونبدا بكابتن حازم. كابتن حازم يعني متهيألي لو طلع كابتن حازم يطلع يتكلم مش عن الاخفاق، هيتكلم عننا. فجاء ايمن عبد العزيز، فقلنا يا جماعه ازاي بيكون الاختيار ايمن عبد العزيز؟ على المستوى التدريب، على مستوى السي في، على مستوى التصريحات، مكانه في المنتخب المصري عليه علامات استفهام، عليه علامات استفهام. طيب لما تم القرار خدنا موقفنا، وضحنا موقفنا، ايه اللي حصل بعد كده؟ لم نتطرق لكابتن ايمن عبد العزيز بعد ذلك طوال مشواره مع المنتخب المصري، لان في النهايه اصبح امر واقع ويمثل منتخب مصر، واحنا هدفنا نجاح منتخب مصر. لكن كان موقفنا في البدايه واضح، احنا دورنا ايه؟ نلقي الضوء، يا جماعه الاختيار ده غير موفق، انتوا ما سمعتوش، خلاص هنمشي عشان مصلحه كره القدم المصريه، ولكن لما بيجي وقت الحساب بنحاسب. فلما يطلع كابتن ايمن عبد العزيز يقول تصريحات تؤكد ان الاختيار كان مبني على العلاقات الشخصيه فقط لا غير، يبقى ده امر صعب جدا، وبرضه يسال عنه كابتن حازم امام، لان لما طلعنا وقتها قلنا على اي اساس تم اختيار كابتن ايمن عبد العزيز؟ ايه اللي عند كابتن ايمن عبد العزيز مثلا مش عند امير عزمي مجاهد؟ مش اهلاوي اهو، مش عند امير عزمي مجاهد، ايه يزيد عند كابتن ايمن عبد العزيز؟ محترف في تركيا، امير عزمي مجاهد احترف في تركيا. اشتغل مساعد في اجهزه فنيه، امير عزمي مجاهد اشتغل مساعد في اجهزه فنيه. طب يا اسامه انت ليه بتطرح حاجه تخيليه؟ كابتن طارق مصطفى مش كان مع كابتن حسين البدري؟ اه. في اهلاوي واحد اسال كابتن طارق مصطفى خلص. او قال ليه الراجل ده جه ولا بتاع؟ بالعكس يعني. على الاطلاق ليه؟ لكن انا بقول لك الاختيار، اصل الاختيار بيقول ايه يا جماعه؟ المخرج في قصه اختيار ايمن عبد العزيز ايه؟ اصل الراجل ده ما كانش عايز حد عنده مطامع في المدير الفني، ولا عايز حد اشتغل مدير فني، كان عاوز حد يجي عشان يتعلم ويعني ياخد له 70 80 الف جنيه. طيب ماشي يا عم، اللي جه عشان يتعلم ده يفرق ايه عن اي اسم نذكره من الناس اللي حتى كان لها سي في اكبر؟ لما تيجي تتكلم عن وائل رياض، ده راجل اشتغل مع منتخب اولمبي ووصل اولمبياد وله نجاحات مع المنتخب وحاجات كتيره جدا، لكن لو قلنا كده هيقولوا اهلي وزمالك، فقلنا لك ولا نتكلم عن كابتن محمد شوقي ونجاحات كابتن محمد شوقي مع كارلوس كيروش، برضه هيتقال لك اهلي وزمالك، لا انا رايح لك لامير عزمي مجاهد. على الاقل امير عزمي مجاهد ما كانش ممنوع عن فكره تمثيل المنتخب، ودي نقطه المفترض تؤخذ في الاعتبار لما تيجي تمثل منتخبات وطنيه. كابتن ايمن عبد العزيز كان عنده مشكله مع التجنيد، كانت بتمنعه ان هو ينضم لمنتخب مصر. والحقيقه المشكله دي يعني سواء كانت موجوده او غير موجوده، هو كان صعب عليه ان هو ينضم لمنتخب مصر في وجود عتاوله وسط الملعب في المنتخب. بتتكلم عن حسني عبد الرب ومحمد شوقي، بتتكلم عن وقت حسن مصطفى، بتتكلم عن كابتن احمد حسن، بتتكلم عن نجوم في وسط الملعب، كان صعب جدا يلاقي مكان حتى احتياطي ليهم. لكن في النهايه تم اختيار كابتن ايمن عبد العزيز، واحنا الاشرار، احنا غلطانين ان احنا بننتقد ايمن عبد العزيز، وقلنا غلطانين ان احنا بنقول ان هو جاي عشان صديق لكابتن حازم امام. طب تعالوا شوفوا كابتن ايمن عبد العزيز وافكاره وانتوا احكموا، هل كابتن ايمن عبد العزيز يستحق التواجد مش بس في جهاز المنتخب الوطني، في اي جهاز فني في كره القدم؟ نسمع تصريحات كابتن ايمن عبد العزيز ونرجع نعقب. ترتيب المهاجمين كان ايه؟ مصطفى رقم واحد طبعا، واثنين وثلاثه؟ ما كانش عندنا اثنين وثلاثه، يعني كان كهرباء او يعني كوكا. انت داخل بدون بلان؟ يعني انت داخل حسب الظروف؟ الكوره ما فيهاش بلان. اه يعني الكوره نفسها ما فيهاش بلان. يعني الناس اللي بتقعد تطلع تتكلم في التلفزيون وتقعد تقول لك التكتيك والبلان، التكتيك اساسا ما بيمثلش اي حاجه في الكوره الا نسبه 10%. تمام. بس غير كده ما يعني اي حد يقعد يقول لك اصل احنا الشكل بتاع 4 3 3 والشكل بتاع 5 3 1، ما فيش كده في الكوره. طيب. هتلعب 5 3 1 ازاي؟ يعني هي دي المشكله. ويعني هو ما فيش تكتيك طبيعي يمكن. يعني ما انا بقول لك هتلعبها ازاي، لكن يعني ايه ده؟ انت خليت المذيع يقول لك ايه ده؟ اللي هو المفترض ان هو جايبك يعني يطلعك بشكل حلو يعني، فتطلع تقول له اساسا الكره ما فيهاش بلان؟ الكره فيها بلف. انت بتتكلم على كره القدم بشكل مستقل ولا بتتكلم عن كره القدم بقى
علم هو طبعا يعني بيتم طبعا وجهات النظر طرحها فيه، ولكن ان انت تستبعد قصه التكتيك، امال انت جاي ليه؟ لما ما يكونش في تكتيك، ما يكونش في خطه، ما يكونش في دراسه المنافس. يعني على كده على كده بيب جوارديولا مثلا بال 35 واحد اللي معاه في الجهاز الفني بنادي سيتي بيصرفوا في الفاضي. يعني على كده كلوب بالجهاز اللي معاه 30 واحد بيصرفوا في الفاضي. يا جماعه ده كلام يطلع من حد مر على كره القدم، مش بس لاعب في نادي الزمالك واحترف وجه ويتولى منصب في الجهاز الفني وهو المصري الوحيد، وبيزعل لما يتعرض لانتقادات وهو طالع بيقول لك الكره اصلا ما فيهاش بلان ولا فيها تكتيك، امال فيها ايه؟ فيها بلف؟ هو ده اللي انت ده مفهومك عن كره القدم؟ يعني ده موضوع صعب جدا. بيخلينا نروح لفكره الاختيار وفكره مين المسؤول عن الاختيار ومين اللي رشح وايمن عديز عنده ايه ازيد من اللي المفترض كانوا يترشحوا. ترجع لنفس الدايره. انت بتضحك ليه؟ هي العلاقات؟ لا لا، هي الصداقات. بص يعني احيانا الانسان تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولا تستطيع ان تخدع كل الناس لكل الوقت. لا ده كان زمان على فكره، دلوقتي حقيقة. عادي دلوقتي عادي يخدع كل الناس. اه دلوقتي عادي خالص. يمكن ده فعلا اللي خلى الموضوع بالفجاجه دي يمر. يعني بصوا يا جماعه، في حته مهمه جدا اسامه كلمكم فيها، احنا عندنا مشكله هنا في خط احمر. احنا من الناس اللي بتعمل الهوم ورك بتاعنا بدري قوي، وده احنا لا ندعيه. تعال شوف كده في قصه كابتن حازم امام قلنا ايه، تعال شوف في قصه اتحاد الكوره قلنا ايه، تعال شوف في قصه كابتن ايمن عبد العزيز قلنا ايه. بدري من قبل ما الشغلية تبدا. بص بقى عشان اهلاويه هنا، استهداف بقى لايمن عبد العزيز، تطلع كل الناس دلوقتي تقول نفس الكلام، وتطلع كل الناس تصدر نفس الاحكام. طب يا جماعه ما كان في ناس بتقول من بدري، قلتوا انه لهم غرض في الكلام. طيب تعالى هنا، انا بالنسبه لي يا جماعه الكلام ده اشبه بمدرس مساعد راح يدي محاضرات في كليه علوم وهو اصلا لا يؤمن بالعلم. يعني اللي انا شفته ده، انت راح تدي محاضرات في كليه علوم وانت اصلا كراجل بتدي محاضرات في كليه علوم لا تؤمن بالعلم. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ يا جماعه ده انت لما تيجي بينك ضحكت فكرتني بمشهد. بس انت لما بتيجي تلعب بلاي ستيشن بتعمل خطه. اه لا بلاي ستيشن يا راجل. انت فكرتني بمشهد اللي هو فيلم الرهينه، جايبين ماكد الكدواني وداخل بقى ايه الجينيوس بتاعنا جه بتاع الكمبيوتر، فساند على اللاب بقى بيقول لهم اه يا جماعه فين بقى الكمبيوتر؟ قال لهم لا ده انا عايز ابص. والله لا يؤمن بالعلم يا راجل. يا جماعه الكلام اللي اتقال ده لو اتقال في اي مكان في العالم يتجاب كده الناس اللي عينت الراجل ده. تعالى لما الراجل ده شايف الكرة مش تكتيك، بقاله كل الفترة دي في اتحاد الكرة وفي المنتخب بيعمل ايه؟ اقول لك؟ اه ما هو قال لك جاي يتدرب وياخد فلوس. لا وبيرص اقماع. عليه رصة اقماع عنب. يعني بص يعني انا مش عايز اروح للحتة. ما هو ما لا ما هو ده هو بيعمل. ما هو مش ده المدرب الثالث في المنتخب؟ لا مش يعني ما هو ما بيعمل. طب لحظة خلاص، هو مش تكتيك؟ لا ما لسه هنروح لها. لحظة ما انا هقول لك، هو مش تكتيك، هو اكيد بيعمل حاجه تانية مرتبطه بدوافع وحاجات تانية غير التكتيك. ما هو دي هنروح لها، بس قبل ما نروح في حته التكتيك دي في حاجه مهمه اسامه. لما نيجي يا جماعه في كده كتاب الهرم المقلوب، يعني اي حد مهتم بكره القدم اكيد يعني جوناثان ويلسون اكيد قرا في الكتاب ده. تيجي تقرا كل حاجه في كره القدم، هي علم. كره القدم علم. اه في حاجات تانية قائمة، ولكن شركات تحقيق للأداء على مستوى العالم. فكرة لما تيجي تفرق ما بين فكرة الاستحواذ، الكرة الاستباقية والكرة التفاعلية، طريقة جوارديولا وفكرة الضغط الشهير، أو فكرة مدرسة الضغط اللي عملها يورجن كلوب والقائمة على فكرة علم الهندسة وغيره، الكاتاناتشو من أيام يعني هيلينو هيريرا وافكاره مع جراندي انتر. يا جماعه نيجي نقول كل التكتيك والتغييرات وطريقه اللعب واداره المباراه والتحضير وعلم الارقام، كل ده ما جابش 10%؟ يعني يعني ايه الباقي بركه دعاك ياما مثلا؟ طيب هنروح لاسامه. قال انت اديته مخرج. كره القدم يا جماعه 10% منها بس التكتيك، ما يجيش 10%، اكيد الباقي بقى دوافع نفسيه، هي ملهاش مخرج غير كده. اكيد وده الدور اللي هو مقتنع بيه. طيب يبقى كابتن ايمن عبد العزيز، عشان كده انا كنت معترض على قصه اقماع والكلام ده. اكيد يا جماعه كابتن ايمن عبد العزيز شايف ان كره القدم 10% بس تكتيك او اقل، والباقي خلق دوافع نفسيه.
تحضير ذهني ونفسي للاعبين والعمل على الجانب الشخصي والنفسي في اللعب. فنطلع نشوف الفيديو ده عشان نشوف ال 90% التانيين. طبعا موضوع مهند ده طبعا يدرس للمديرين الفنيين درس كبير جدا، ان انت لازم يكون المدير الفني يقعد مع اللعيب ويتكلم معاه، خاصة ان كان عنده وقعة قبل كده. لا ده في المصحة. في ايه؟ في المصحة. يعني ايه؟ يعني انا مش دكتور نفساني، انا راجل مدرب. في مواقف عدت. لا لا راجل مدرب، انا ما عنديش وقت ولا عندي. بس الراجل ده ضايع في نهاية افريقيا. انا معلش ما عنديش وقت ولا رفاهية ان انا اقعد اتكلم مع مهيب انا مش هقعد اجيب كل واحد ضايع بنالتي عشان اقعد اتكلم معاه. طب هو عيب يكون في دكتور نفساني؟ لا هو مش عيب، هو دي يعني ويترجم يدي على طول الروشتة ويقول للراجل المدير الفني ابنك مجنون يا عم الحاج. لا 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 مش كده في الكوره. لا مش انا مش هقعد اسال كل واحد. كله بيضحك والله مش كلهم بيضحكوا. لا مش هقعد والله مش هقعد اسال كل واحد. انا بتكلم في اللونج ما بتكلمش على حد. مش هقعد اسال كل واحد انت هتنزل الملعب تشوط بنالتي ولا او انت مؤهل نفسيا؟ مفيش حاجه اسمها كده. انت راجل بتلعب في منتخب مصر. انتوا راضيين عن اللي بيحصل في الكره المصريه ده؟ مستحيل. زعلان على راس اللي كل مشاهد قاعد يا اسامه في بيته دلوقتي لما يشوف التناقضات دي هيبقى حزين. كابتن ايمن عبد العزيز روح رجع الراتب اللي انت خدته من اتحاد الكوره. والله بقولها لك بجد، روح رجع الراتب اللي انت خدته من اتحاد الكوره. وانا هنا مش في مقال مقارنه مع قامه يعني زي كابتن محمود الخطيب، واحكي وهو في اتحاد الكوره لما حس ان هو ما اتيحش ليه انه يؤدي عمله بالشكل الكامل ورجع شيك، لان المقارنه هتبقى بعيد يعني قوي يا عم. يعني فارق سنين ضوئيه. ولكن روح يا كابتن رجع اللي انت خدته من فلوس من اتحاد الكوره لاتحاد الكوره تاني. لما انت مقتنع ان التاكتكس ما يوصلش 10% والراجل بيقول لك على حاجه مهمه جدا نفسيه وبيكلمك في الجانب النفسي، فتقول له انا مش في مصحه نفسيه عشان اقعد مع اللاعب اقول له ايه ونفسيا انت عامل ايه؟ انا مش فاضل ده، انا راجل مدرب، انا راجل الملعب. طب ما انت بال 10% ما بتعملهمش في الملعب وما بتعملهمش كمدرب، وال 90% ما بتعملهمش دور نفسي. طب امال الكره ايه؟ الكره بيت بالبسطرمه؟ يعني الموضوع بجد غير مفهوم. الكره لا تاكتكس ولا دوافع نفسيه. الكره ايه؟ الكره عندك ايه؟ سبوبه؟ ده السؤال اللي ما تسألش. كوره لا تاكتكس ولا دوافع نفسيه، لا ده ولا ده، يعني لا هشتغل فني ولا هشتغل نفسي. يبقى الكوره ايه؟ سبوبه؟ اعتقد اجابه السؤال لكل الناس اللي بتسمعنا فاهمه كويس الكوره بالنسبه لك ايه. 70 80 الف جنيه في الشهر برضه ما كانش رقم قليل في الوقت ده يعني. لكن الحقيقه احنا قلنا يا جماعه نجيب الكلام ونحطه قدامكم، لان فكره ان يتقال انا ما عنديش وقت ولا رفاهيه، امال انت عندك ايه؟ يعني انت ما عندكش وقت ولا رفاهيه تعمل حاجه، امال عندك ايه؟ عندك ايه بجد تقدمه لمنتخب مصر؟ عندك ايه جيت على اساسه لمنتخب مصر؟ والمشكله ان انت مش بتسمع الكلام ده في بدايه التجربه، فتقول لسه الراجل خبراته ما احتكش بجهاز فني اجنبي مش عارف ايه. لا هو واضح ان كابتن ايمن كان له شغلانه خاصه في الجهاز الفني ما لهاش علاقه لا بالكوره ولا بالجهاز الفني، واضح كده. لان الحقيقه انت لو احتكيت مع جهاز فني اجنبي على الاقل حتى وانت بتنتقده مش هيوصل بيه المرحله ان هو جاي بياخد اجر او راتب مع منتخب مصر عشان لا يؤمن بالتكتيك ولا يؤمن بالدوافع النفسيه والتعامل النفسي. النقطه الاهم والاصعب هي فكره ان انت ازاي ما تبقاش عندك لاعب نازل اخر 3 دقائق في مباراه واصله لركلات الترجيح ما تبقاش بتعده نفسيا. يعني هو انت مش فاضي وقلت اصل هو كانوا دخلوا خلاص في حجازي بلغ ابو جبل، يا ابو جبل انت اللي هتشوط. طب ده مسؤوليه مين؟ مين اللي يعد اللاعب ده؟ ومين اللي يفهم على الاقل لو اللاعب ده ما اقتنعش ان هو يلعب ركله الترجيح، يا ابو جبل خد بالك لو وصلنا للركله التاسعه انت اللي هتشوطها عشان مهند بره. ده دور مين؟ مين اللي يعمله؟ الاصعب الحقيقه وده مهيب تقريبا شاف الناس ورا الكاميرات بتضحك ففكر ان هو الناس بتضحك على الافيه بتاع مهيب. لا يا مهيب لا، الافيه ما يضحكش خالص وابنك مجنون يا حاج. ده قالش قديم قوي، قالش ما ينفعش يتقال اصلا في فكره علاقه الطب النفسي والصحه النفسيه. ما ينفعش، لان انا لما بجيب حد المنتخب او تاهيل رياضي بجيب اخصائي نفسي، مش بجيب دكتور واجيب طبيب بيشتغل تشريحي وبيبنح ادويه ويكتب روشته، ده جهل. العلاقة مش كده خالص.
ده انا بتكلم على سلوكيات، فبجيب اخصائي، اخصائي نفسي يتعامل مع اللاعبين دول ويأهلهم للتعامل مع المواقف من خلال ان انا ادربهم على بعض السلوكيات المعينه وتدريبات ذهنيه وسلوكيه. مش رشطه وابنك مجنون يا حاج، فالناس بتضحك. الحقيقه الناس بتضحك على كلام ايمن عبد العزيز. الناس بتضحك على كلام ايمن عبد العزيز وكلمه انا مش مصح. ده واحد مر على كره القدم فقط لا غير كلاعب كره قدم، وده مش عيب الحقيقه. انت ممكن تكون لاعب كره قدم بتأدي دورك فقط لا غير، انت باك رايت، هفضل طول عمري ما اعرفش حاجه غير الباك رايت دي. انا واخد الخط رايح جاي، اعمل تغطيه عكسيه، اعمل اوفر، ادخل شويه مع لما الوينج يعمل سويتش معايا، اي حاجه من هذا القبيل هي دي شغلتي. ما دون ذلك ما تجيش تكلمني في اي حاجه ثانيه. عشان كده مش كل لاعب كره قدم صالح ان هو يكون مدير فني او يكون مدرب، وده اللي احنا اتكلمنا فيه يا جماعه وبنتناقش فيه. اللي احنا طرحناه ده هل ده متعلق باهلي او زمالك؟ على الاطلاق. لكن كابتن ايمن عبد العزيز خد الطريق السهل. لما تكون فاشل في اداء مهمه روح لفكره العب على وتر الجماهير. اسمعوا الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم. ايمن عبد العزيز لم يكن له دور في منتخب مصر. يعني بص، هي مش الفكره ان ايمن ملوش دور في المنتخب، هي الفكره ان اي حد زملكاوي بيمسك في منتخبات مصر لازم يبقى فيه مشكله في ده، فاهم؟ يعني لما يبقى المشرف العام على الكوره كابتن حازم امام ففي مشكله، لما يبقى المدرب المساعد لمستر كوبر اسامه نبيه ففيها مشكله، لما يبقى طارق مصطفى في الجهاز بتاع كابتن حسام البدري يبقى فيها مشكله، لما يبقى ايمن المصري الوحيد اللي في الجهاز مع مستر فيتوريا فيبقى فيها مشكله. انما لما تيجي على الناحيه الثانيه، هو خلي بالك اللي بيزعلك ايه؟ ان الكلام ده بيتقال من ناس هم المفروض يعني اصحابك، او المفروض ان على الاقل في بينا يعني في بينا حوار وكلام، يعني حوار وكلام تتكلم معاهم مثلا وبتقابلهم وبناخد بعض بالاحضان ونسلم على بعض، فيطلع واحد يقول لك ايه؟ اصل المصريين اللي في الجهاز ما لهمش دور يعني. او بمعنى اصح ايمن يعني، ما انا المصري الوحيد في الجهاز الفني، مفيش حد تاني بالظبط. لكن لما يبقوا هم في الجهاز ولوحدهم فيبقوا هم حلوين، فيبقوا هم بيعملوا كل حاجه وهم اللي وصلوا مصر نهائي امم افريقيا وكده الكفه حلوه جدا. لكن زي ما قلت لك لما يبقى طب معلش اللي بيتكلم ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طبعا يعني اهلاوي يعني. طب ليه انا عايز اسالك على ليه اتقلبت اهلي الزمالك؟ لا انا هسالك، ده منتخب مصر يا جماعه. هل حازم امام اتظلم؟ كان ليه دور؟ كان ليه قرار؟ كان ليه راي؟ كان مؤثر؟ كابتن حازم امام؟ هو كابتن حازم امام اتظلم عشان هو زي ما قلت لك في الاول هو زملكاوي بس برضو؟ طبعا. الله الله الله. ايوه طبعا. يعني انت عشان زملكاوي وهو عشان زملكاوي. واسامه نبيه عشان زملكاوي. ايوه. عايز اقول لك حاجه بس الله، ده هو مسؤول وبياخد القرار. نفس الحق ده مسؤول. لا ما بياخدش قرار لوحده. ده هو رقم واحد في مكانه. لا ما بياخدش قرار لوحده، في مجلس اداره محترم في اتحاد الكوره. انت لما تتسال انت كان دورك ايه؟ انت كان شغلتك على المدفع ايه؟ فطبيعي لو انت عندك شغلانه على المدفع هتقول، لكن القصه طلعت برلم، لا تكتك ولا دوافع نفسيه ولا اي حاجه، فراح لفكره ايه؟ انا اتظلمت. ليه اتظلمت؟ حد اتكلم عنك خلال مسيرتك مع المنتخب بعد ما تم تعيينك من قبل مجلس اداره اتحاد كره القدم لعلاقتك الشخصيه بكابتن حازم امام؟ حد اتكلم؟ احنا اتكلمنا في الاول فقط لا غير، بعد كده حد اتكلم؟ لا. انت شايف ان منتخب مصر خروجه من دور ال 16 في أمم أفريقيا ده مش فجعة؟ يعني أنت شايف إن منتخب مصر بكل بأعلى راتب للجهاز الفني يروح يلعب أربع مباريات ويتعادل ما يفوزش مباراة، أنت شايف ده مش فجعة؟ أنت عارف المشكلة مع الناس إيه اللي مسؤولين؟ إن هما جايين يخاطبونا يا جماعة عادي، هو إيه اللي حصل؟ عادي، وهي دي الكارثة الحقيقية، أنت مش مدرك إن أنت فشلت، فعشان كده رايح لفكرة أصل أنا اتظلمت. ليه يا عم؟ أصل حازم إمام اتظلم، ما هو المشرف على المنتخب. اصل اسامه نبيه اتظلم، اصل اسامه نبيه وحازم امام وايمن عبد العزيز زملكاويه، وكان منتخب مصر لم يمر على تاريخه زملكاويه. كابتن حسن شحاته نموذج واضح وصريح من 2006 ل 2010، ثلاثه امم افريقيا، بطولات امم افريقيا، ارجعوا بالذاكره والناس القديمه عارفه كويس قوي، شوفوا مواقف اعلام وجماهير وقتها منتميه الانديه كان كابتن حسن شحاته بيتم انتقاده من قبل مين؟ لو مش فاكر انا اقول لك.
وعشان اكون منصف هبدا بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انتقدت كابتن حسن شحاته مره واحده. عصام الحضري. لما عصام الحضري هرب وهو قال مستعد للتحالف مع الشيطان من اجل منتخب مصر وجا لعبه مباراه الارجنتين الوديه اللي هزمنا فيها 2-0. وقتها جماهير النادي الاهلي كانت حاسه ان كابتن حسن شحاته بيدعم موقف عصام الحضري اللي هرب من النادي الاهلي، وكان موقف مشروع تماما ومش شخصي تماما، مشاعر سلبيه لمشاركه لاعب اساء للنادي الاهلي في وقتها وهرب من النادي الاهلي. طيب جماهير نادي الزمالك على طول الخط، فين جمال حمزه شحاته؟ فين شيكابالا يا شحاته؟ فين مش عارف مين؟ عبد الحليم علي احتياطي يا شحاته؟ فين فين فين؟ طول الخط عندهم مشكله ان كابتن حسن شحاته تخلص من نظريه المؤامره وعاش لخدمه اسم منتخب مصر، فبالتالي راح للطريق السليم، راح للاعتماد على اللاعب القادر ان هو يضيف لمنتخب مصر، ما كانش بيفرق معاه مسميات ولا اسطوريات بتتعمل من كعب وتشميسه وترقيصه. فالراجل نجح. هل جماهير النادي الاهلي انتقدته؟ على الاطلاق. باستثناء موقف عصام الحضري، ده كابتن حسن شحاته. تعال اقول لك بقى شريحه من سنه 2000 لمجموعه من الزملكاويه عادي جدا اشتغلوا مع منتخب مصر ولم يتعرض اي حد لاي مشكله او اي انتقاد اثناء تولي مهمه مساعد منتخب مصر. مع جيرال جيلي كان في 99 2000 كان كابتن محمود الخواجه. مع 2002 2004 مع كابتن محسن صالح كان موجود كابتن اشرف قاسم. مع طرديلي 2004 2005 كابتن اسماعيل يوسف وكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك الحالي. مع كابتن حسن شحاته من 2005 ل 2011 كابتن حسن شحاته نفسه أسطورة كرة القدم المصرية وأسطورة نادي الزمالك وكابتن أحمد سليمان. مع كابتن شوقي غريب في 2013-2014 كان كابتن أسامة نبيه. مع 2015-2018 هيكتور كوبر أسامة نبيه. مع كابتن حسام البدري 2019-2021 كان كابتن طارق مصطفى كابتن أيمن طاهر. مع كابتن إيهاب جلال في الفترة القصيرة كان موجود كابتن أحمد حسام، ومع روي فيتوريا موجود أيمن عبد العزيز. وعشان نكون منصفين وأمناء، اللي تعرض لانتقادات جماهيريه ايضا كان كابتن اسامه نبيه لخلاف مع لاعبي النادي الاهلي وتعامل داخل معسكر منتخب مصر بعدم تقدير للاعبي النادي الاهلي. وقتها كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي تحدث بصفته كابتن يتحمل مسؤوليه وواجه المساعد للمدير الفني، فحصلت ازمه شخصيه كانت تحل بتقديم اعتذار لشخص لم يخطئ، فرفض كابتن حسام غالي وقتها تقديم اعتذار لانه لم يخطئ، فده كان الازمه الجماهيريه اللي حصلت في بعض المباريات. لكن ما دون ذلك احنا بنتكلم عن جهاز فني لمنتخب مصر على مدار 24 سنه ما فيش ازمات. لا، وثبت برضو ان اسامه نبيه بعد ما ترك المقعد وتعامل في استوديوهات انه بيتمتع بنفس العقليه. ده حقيقي. ما هي دي القصه بالظبط يا جماعه، هي دي القصه، ودي ببساطه كده الخلاصه بتاعه الموضوع، ان انت اعتدت كلاعب واعتدت كشخص في ناديك ان عندك حاجه اسمها شماعه نظريه المؤامره، عندك شماعه بتعلق عليها الاخفاق والفشل بتاعك، دايما عندك ما يبرر فشلك، مش ان انا عشان عملت ايه او ما عملتش ايه، ده عشان انا في ناس متربصه بيا. فاي انسان في اي منصب هو نتاج المعطيات التي شكلت عقله، نتاج المعطيات اللي افرزت الفكر ده. فالمعطيات اللي قائمة على نظرية المؤامرة ونظرية المظلومية وعقدة الاضطهاد أفرزت العقلية والذهنية الخاصة بكابتن أيمن عبد العزيز وكابتن أسامة نبيه. زي ما قال أسامة، وأنا من أول يوم اتقال في الكلام ده وأنا مثال صارخ هو أي حد لازم هيرجع إليه، زي ما قال لكم كابتن حسن شحاتة. كابتن حسن شحاتة كمان عايز أضيف، وصل المرحلة والعلاقة يا أسامة مع جمهور النادي الأهلي انه لما كان بيستبعد حسام عاشور وسط كل هذه الارقام والبطولات جمهور الاهلي كان بيقول له معاك حق. بالظبط. اه كان معاك حق، لان عندك حسني عبد ربه، عندك احمد حسن، عندك محمد شوقي، عندك لاعبين كتير جدا، وعندك قناعه تامه. افتكر وانا كنت كتير جدا وفاكر اغلب جمهور الاهلي في الوقت ده كان عندهم نفس الراي. كابتن حسن شحاته قال في يوم من الايام ان حسام عاشور عشان ينضم للمنتخب محتاج يطور من نفسه. فاكر التصريح ده كانه دلوقتي. قال محتاج يطور من نفسه في طريقه لعبه، ومحتاج يضيف لنفسه مهام، لان انا عندي لاعبين في المنتخب بيعملوا الدور اللي بيعمله بس عندهم ادوار اضافيه.
عندهم حاجات ادد فاليو اضافيه لادوار حسام عاشور. طلع وقتها كابتن حسام عاشور في تصريح شهير قال انا مش شايف ان انا محتاج اطور من نفسي في حاجه. عايز اقول لكم ان 99.9% من جمهور الاهلي كان بيلوم كابتن حسام عاشور على التصريح. لا طلع هاجم كابتن حسن شحاته ولا حد قال ازاي حسن شحاته عايز يخلص على حسام عاشور خالص. ليه؟ لانك بتتعامل مع مدرب هو بيدرب الفريق وانت حاسس انه اب للاعبي الاهلي والزمالك، حاسس ان ما عندوش مواقف في تاريخه مشينه، وده هنروح له بعد كده وافتكره، لان ما تقدرش تشيل التراكمات. انت عندك واحد جه قال لك انا كنت بلعب على كابتن اسامه نبيه مع المحله وبضيع في الكاس فرصه تكسب فريق قدام نادي الزمالك. كارثه. قلبي ما طوعنيش. ده انت تامنه على منتخب مصر ازاي؟ قال لك قلبي ما طوعنيش ان انا اسجل في نادي الزمالك، وقال لك كوره ثانيه شيل يا ابراهيم لما كان ابراهيم حسن بيلعب في الزمالك. مستحيل تفصل ده. كابتن ايمن عبد العزيز هنروح ونفهمكم يا جماعه ليه احنا بنقول ده، لان القصه كلها شيء حلقه واحده، هي دواير مرتبطه ببعض بتوصل لنفس القناعات. كابتن حسن شحاته راح لمدرسه معينه، خرج من القصه دي، عشان كده لما راح مدرب ما نجحش مع النادي. ليه؟ لانه انتصر للاعب، الاداره انتصرت للاعب على حساب كابتن حسن شحاته في الملعب، وكلنا عاصرنا الاحداث. فانت تشبعت ككابتن حسن شحاته بعقليه مختلفه، عقلية من وقت منتخب الشباب. افتكر كابتن عماد متعب وازاي هو ساهم في صناعة هذا اللاعب. كوتيفوار ايضا كانت بطولة مهم. عقلية يا اسامة خرجت وخلعت عباءة ان انا مصاب بالمظلومية. كان ممكن كابتن حسن شحاتة يعيش بعد 82 انتهى كورة ويفضل مسيطر عليه ان انا الجون اللي ضيع دوري، مع ان احنا ردينا على ده، بس القصه هنا مش في ده، قصه الفرد مش اهلي وزمالك هنا والدوري. ده كابتن حسن شحاته نفسه قال لك ده كان اكبر حامل الرايه، اكبر مشجع زملكاوي. مين اللي يقول كده؟ مين الشخص اللي عنده من الاتزان النفسي يا اسامه ان هو يطلع يقول كده؟ عشان كده هذا الرجل لا يقدر بالقدر الكافي ولا يجد من الرمزيه اللي يستحقها لحد دلوقتي. انا بشوف ان احنا بندي كابتن حسن شحاته رمزيه يستحقها مننا كجمهور اهلي، بس ما خدهاش من جماهير انديه اخرى. ده حقيقي. لان كابتن حسن شحاته مدرسه. بالظبط. وهو في اكتر من وقت كان هو كابتن حسن شحاته اللي اتكلم عن نظريه المؤامره وقال ان هي احد اسباب ولام، وقال مشكله جمهور الزمالك وبعض الناس في الزمالك ان عندهم نظريه المؤامره، وان هم بيعتقدوا ان كل، كان في لقاء شهير، ان كل الناس عايز، وانت مش هتعرف تنجح من غير مؤامره. فهو اداك الخط كاداري نجح ازاي. بالظبط. مش مدرسه اسامه نبيه ومش مدرسه اسامه ايمن عبد العزيز، لان القصه واضحه ان هم خدوا اتجاه مستحيل ينجحوا فيه، وده يفهمكم صوره كبيره جدا مين بينجح ومين ما بينجحش. ولكن كان عندهم، كان عند ايمن عبد العزيز كلام عن من شغل منصب في الاجهزه الفنيه لمنتخب مصر من النادي الاهلي، وكان في تعليق محتاجين نقف عنده. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. لو انت مش من هنا يبقى انت وحش. تمام. هو لازم كل مين. طب ما هو وائل جمعه مسك صح مدير كوره صح في الفتره كان وائل جمعه وشاوي والحضري والكابتن ضياء السيد. ضياء السيد انا عمري شفت حد طلع اتكلم، يعني عمري شفت حد طلع هاجم. كان كل الناس كانت بتمنى التوفيق وكلهم كانوا بيساندهم، وانا اول واحد. ما فيش حاجه اسمها اشمعنى في الكوره. بصوا يا جماعه، انا اتقبل ان مشجعين زي كده في يقول لك ايه الانتماء على المذهب. اللي بيقرا يعني في العلوم السياسيه عارف ان في فكره خطيره جدا في اي مجتمعات اللي هي الانتماء على المذهب او الانتماء على الطائفه، فانا بنتصر ليها بغض النظر عن قناعاتي. ده اتنقل لكره القدم. بقى انا بتهاجم عشان زملكاوي وهم ما حدش اتكلم عليهم عشان اهلاوي. مش اللي بيقول كده مشجع غير واعي للي بيقوله. فاجي اقول له القصه مش كده خالص. كابتن حسام حسن مثال اهو. بينه وما بين النادي الاهلي امور احكي في التاريخ زي ما انت عايز، وانا بقولها بلا غضاضه، لان امور يعني احداث جلل. وهو مدرب لنادي الزمالك، وهو بعد ما خرج من النادي الاهلي كلاعب، وسيبك هنا مش بنناقش كابتن حسام حسن ادى الاهلي ولا ما اداش لانه ادى الكثير، ولكن علاقته بعد ما ترك النادي الاهلي لم تكن في افضل حال. ايه اللي جمهور النادي الاهلي قابل تعيين كابتن حسام بيه؟
ايه اللي انت قلته من شويه؟ ما هو انا بنقل لك اصل ممكن يقول لك انت راجل كاعلامي انت عمال تقول الاعلامي، طب انا بكلمك على الجمهور اللي هو ما عندوش نفس النسق التفكير اللي احنا هنتكلم بيه. قبله بايه؟ كابتن حسام البدري اللي كان في النادي الاهلي تعرض لانتقادات من جمهور النادي الاهلي اكتر من اي حد، هتقول لي على خلفيه حاجات، طب ايه اللي انتصر فيه جمهور النادي الاهلي الكابتن محمد شوقي ولا لاي حد في النادي الاهلي دون ان يستحق اطلاقا؟ فين المسانده؟ كابتن وائل رياض وهو بيدرب بتحصل نتائج سلبيه، بتلاقي جمهور الاهلي بلا اي انحيازات قائمه على ان انت لاعب في النادي الاهلي بينتقدك. فانا نفسي افهم ازاي انت راجل كنت بالعقليه الكارثيه دي سواء على مستوى تقديرك للامور الفنيه او على مستوى خلفيتك الفكريه للتعصب ولتسكيت افكار تهدم اي منتخب، ازاي كنت في المنصب ده؟ ثم التقليل من اسماء مهمه جدا زي كابتن محمد شوقي ويتقال طب هو كان في المنتخب خرج عمل ايه وهو دلوقتي ماسك نائب رئيس قطاع الناشئين او مدير قطاع الناشئين. لا يا ريت قال كده فعلا، قال نائب وليد سليمان. ما هو ده انا جاي لها. اولا هو كابتن وليد سليمان له من التاريخ ما له، وكابتن محمد شوقي هو رجل ايضا له في تاريخ مع النادي الاهلي، بس انا عايز اقول قوي مع منتخب مصر. هي القصه مش كده يا اسامه، ما هو هيقول لك تاريخ مع منتخب مصر يبقى ما كانش يمسك كذا، القصه مش كده. القصه يا جماعه ان النادي الاهلي حاجه انتوا مش فاهمينها، وانا دايما بقول ده، انتوا مش فاهمين ادبيات العمل داخل النادي الاهلي. وقصه ان انت لاعب خرجت من منصب، كنا بنشوف كابتن سيد عبد الحفيظ هو رجل يشغل منصب مدير الكره في النادي الاهلي وكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره، مع ان كابتن حسام غالي هناك كان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ليه وهو لاعب، وكانت الامور في منتهى الخارطه بتاعه الشغل وطريقه دولاب العمل الاداري. حاجه تانية، كابتن بدري رجب اللي موجود دلوقتي ده واللي عاد ليضيف للنادي الاهلي بعد رحله شهدت نجاحات كبيرة جدا في كل حتة في الوطن العربي، وهو رجل من أهل الاختصاص في حتة الناشئين، كان في يوم مساعد لكروفر في تجربة كبيرة جدا حققت نجاحات كبيرة جدا، خرج منها لاعبين كتير مش هنقعد نقول أسماء يعني حدث ولا حرج. ثم في وقت من الأوقات النادي الأهلي لجأ إلى أشخاص آخرين، احترم ده، خد تجربة، النادي الأهلي قال له أنا محتاجك، رجع. هي أشياء مش مفهومة للناس دي يا أسامة. هو بيدي يعني اسفين كده كابتن محمد شوقي وكابتن وليد سليمان، أصل أنت كذا فأنت شغال كذا، دي مش فلسفة النادي الأهلي، ودي مش طبيعة النادي الأهلي، وهذه الصورة القائمة على فكرة الصراعات النفسية هي مش قائمة هو فيه. مش قادر يستوعب يا فارس قيمة النادي الأهلي عند أبناء النادي الأهلي. ده حقيقي. وقيمة أبناء النادي الأهلي عند قيمة النادي الأهلي عند أبناء النادي الأهلي خلت في وقت من الأوقات لو تتذكروا كابتن عماد النحاس لما كان ملء السمع والبصر في تجربته الناجحة وقت ما كان رايح بالمقاولين في المربع الذهبي واتعرض، قالوا لو اتعرض عليك منصب في النادي الأهلي، قال لو مساعد، لو هلم الكور في النادي الأهلي هروح. ففكرة قيمة النادي الأهلي هي اللي مخليها النادي الأهلي حاليا بعيد عن أي نادي آخر. كابتن محمد شوقي حقق نجاحات مع المنتخب انت ما قدرتش تحققها، على الاقل كابتن محمد شوقي مع كارلوس كيروش وصلوا لنهائي امم افريقيا، فلما يجي النادي الاهلي يقول له انا محتاجك، هنا بقى القصه اللي انت مش قادر تستوعبها، لا انا موجود مع النادي الاهلي في اي منصب واي مكان ليا في النادي الاهلي هو مسؤوليه وانا جدير بيها وفخور ايضا بيها، ولا يتعارض ذلك مع نداء المنتخب الوطني. فانت قلت انا جاي لايه؟ انا جاي لانديه درجه ثانيه، مع كامل احترامي لكل انديه الدرجه الثانيه، لو انت شايف ان ده النجاح، كابتن محمد شوقي شايف النجاح مختلف تماما، واحنا بنتفق مع رؤيه كابتن محمد شوقي. ده رقم واحد. رقم اثنين، هل انت في كلامك كده معناه ان لو نادي الزمالك طلبك مساعد في قطاع الناشئين نادي الزمالك مش هتروح؟ لان انت شايف ان لما تخرج من المنتخب تروح لمساعد قطاع او نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي بتاعك ده شايفه تقليل، فانت بالتاكيد شايف نفس النظره لناديك، وده شان يخصك ويختلف تماما عن نظره ابناء النادي الاهلي للنادي الاهلي. رقم ثلاثه وده المهم، لما اتكلم معاك مقدم البرنامج وقال طب ما ممكن يكون مش متشاف، قال له ازاي مش متشاف يعني؟ قال له في ناس ممكن تبقى مش قادره تقدر كويس قوي قيمه ناس عندها مؤهلات فنيه تؤهلها انها يعني تاخذ مناصب، ولكن الناس مش قادره تستوعب ده. قال لا انا مش مقتنع بالفكره دي، انا في منتخب مصر يعني متشاف.
فلما جاء الحديث عن امير عبد العزيز اخوه اللي مع كامل احترامي وتقديري له ملوش تجربه تشوفها كده على السطح او تحت الضوء او مهمه قوميه او حاجه كبيره، مع كامل احترامي وتقديري له والله، تقول اه انت متشاف. يقول يا ايمن عبد العزيز، يقول انا عندي امير عبد العزيز ده من وجهه نظري هو افضل مدير فني في مصر. حقه، اخوه اكيد يعني راي نابع من شخص بيقول الكره ما فيهاش 10% تكتيك وما فيهاش دوافع نفسيه ولا ذهنيه ولا اي حاجه، فمن حقه يقول اللي هو عايز يقوله. فقال ان اخوه افضل مدير فني في مصر، بس للاسف مش متشاف. طب ما ده تقييم متناقض مع تقييمك لكابتن محمد شوقي، كابتن وائل رياض وغيرهم، وكابتن وائل جمعه واخرين. الحقيقه يا جماعه كل ما بناخد تصريح لايمن عبد العزيز بنوصل لنقطه واحده فقط لا غير، ان الفشل كان سياتي لا محاله. ان الاحلام اللي احنا عشناها ان التركيبه دي تنجح كانت احلام عبثيه، كانت مبنيه على فكره انتمائك وحبك للوطن، كانت مبنيه على فكره يلا نعدي اليوم، يلا نزق المنتخب، يلا ندي دوافع. لكن بكل امانه الناس اللي بنشوف تصريحاتها دي ناس لن تجني من ورائها غير الفشل. وفكره الاعتماد عليها مره اخرى هي فكره عبثيه وبتؤدي لنفس النتائج، هنفشل هنفشل. فلو في حاجه ممكن نستفيدها من الموقف ده اننا نعلم على بعض العقليات التي لا تصلح لملف كره القدم المصريه. الناس البسيطه بتفرغ طاقتها السلبيه في كره القدم، فبلاش تمنحوا مسؤوليه كره القدم لناس لا تصلح على الاطلاق لمثل هذه المهمه. رجاء نتعلم الدرس، وادينا شايفين التصريحات اللي خارجه من مسؤولين، شخص مسؤول رافض ان هو يواجه اي حد. لدرجه ان ايمن عبد العزيز قال نقطه عن كابتن حازم امام، قال كابتن حازم زعلان قوي، اللي هو حزين حزين قوي. ليه يا كابتن ايمن؟ قال لك انا 24 ساعه تقريبا قبل ما البعثه تغادر ما شفتوش. فتخيل مشرف على المنتخب ما واجهش اصلا المنتخب وواجه مرؤوسيه لمده 24 ساعه بعد الاخفاق، هيطلع يواجهنا احنا؟ وده احنا قلناه من بدري، هيطلع يواجهنا احنا يا جماعه. فاحنا لا اهلي ولا زمالك، احنا معنيين بكرة القدم المصرية، معنيين بحاجة يجتمع عليها الشباب المصري زي ما بنشوف في أمم أفريقيا، وبنشوف الالتفاف حول المنتخب بيحصل ازاي لما بتتحقق نجاحات. لكن منتخب أدمن الإخفاقات بالتالي بيحصل اللي احنا شايفينه، وبنبدأ نطالب يا جماعة التفوا حوالين المنتخب. ما هو ليه؟ لأن احنا جبنا ناس أدمنت الفشل تدير ملف كرة القدم المصرية، سواء من مشرف على المنتخب أو اختيار لمدير أو مدرب. هتقولي ده مدرب تالت، هقول لك ما هو ده الفكرة، ما هو مفيش إضافة، دي العقلية، دي التصريحات اللي طالعة بعد الدراسة. لا وده كده أسامة هياخد استفادة، لا هياخد إيه بعدها؟ لا صعب قوي، صعب مهم ياخد. مهم جدا يا أسامة، في فيديوهين إن احنا ناخدهم قبل ما نختم، لأن الفيديوهين دول يا أسامة بيوصلوا قصة إن الموضوع مش أهلي وزمالك زي ما اتكلمنا. إن احنا لما اتكلمنا فيما يخص الأهلي كان عندنا حق، وفيما يخص فاضل دقيقتين، فاضل دقيقتين، طب ناخد حتى يعني فيديو كابتن، ناخد الأهلي، ناخد الأهلي اللي هو بيتحدث عن النادي الأهلي. وهنعقب انت عايز تتكلم ان كان كابتن وائل الأباني، كابتن وائل الأباني زملكاوي وزميله في الملاعب، عشان طيب بس تبقى الصورة واضحة. انا يعني انا هقول حاجة، ان كابتن أيمن عبد العزيز استعرضنا وقت تعيينه إساءة للنادي الأهلي، إساءة لرموزه، إساءة لفكرة بطولاته، إساءة لأن بطولاته بالتحكيم، إن نسبة بطولاته الحقيقية لا تتجاوز 30%، وقلنا ده يا جماعة لا يخلق أبدا بيئة ناجحة للعمل داخل المنتخب. ووقتها اتقال ده أصل عشان خاطر قصة أهلي وزمالك. طيب هل فعلا حتى أبناء الزمالك كانوا يروا في كابتن أيمن عبد العزيز الكفاءة الفنية؟ ناخد الفيديو ده ونرجع نعقب. كبير جدا على أيمن عبد العزيز منذ توليه مدرب لمنتخب مصر. هل أيمن عبد العزيز ده ما كانش لاعب دولي؟ ما كانش لاعب في نادي الزمالك؟ ما احترفش في تركيا؟ اسم كبير، لكن خد بالك يا مهيب لازم تفرق اسم كبير وهو لاعب غير اسم كبير وهو مدرب. تمام، عشان كده الناس بتنتقد. يعني ايمن اهو، ايمن من الزمالك اهو حبيبي ولعبت معاه وانا بحبه جدا وشخصيه محترمه جدا، لكن لازم الناس تعرف ليه هم بيتكلموا كده، لان ايمن اسم كبير كلاعب، لكن كتدريب هي دي بقى القصه. عشان كده الناس مختلفه شويه مع اتحاد الكوره بتاعين ايمن عبد العزيز. طيب، فانا بوضح الصوره بس. حلو. وشهد شاهد من أهلها، زميل ملاعب، زميل في نفس الفريق، بيطلع يتكلم بوضوح إن الناس، وكان طبعا وقتها إحنا اللي بنتكلم، اللي كانوا مختلفين مع رؤية اتحاد كرة القدم، وخلي بلاش بقى إحنا قلنا الناس تركن على جنب، رؤية كابتن حازم إمام في اختيار أيمن عبد العزيز هي رؤية خاطئة، وإن كابتن أيمن عبد العزيز
لم يكن يستحق هذه المكانة داخل الجهاز الفني. تصريحات كابتن أيمن عبد العزيز وضحت النقطة دي بشكل واضح. عندي تعقيب مهم، زي ما بدأنا بإمام عاشور، البعض جه وصدر من هذا البرنامج فكرة إن عبد الله السعيد تم استبعاده عشان إمام عاشور. دي الحاجة الوحيدة اللي قالها أيمن عبد العزيز. ده حقيقي، هو أيمن عبد العزيز نفى القصة دي. ولكن يا جماعة مهم قبل ما نختم، معلش لازم نقول الكلمتين دول. إحنا هنا أي حد يتفرج على الحلقة دي ويتفرج على التناول الخاص بفكرة يعني غسل إيد كابتن حازم إمام من مسؤوليته تجاه التعاقد مع فيتوريا، ثم إزاي هذا الكادر التدريبي اللي هو أيمن عبد العزيز يتواجد داخل المنتخب بإساءات للنادي الأهلي قبلها، أنت بدأت غلط فحصلت نتيجة غلط، جملت من لا يستحق على حساب المنتخب وعلى حساب مصر وعلى حساب سمعة الكرة المصرية، إنك جبت حد غير مؤهل للمنصب واصلا ما ينفعش ده اللي تديه فرصه عشان يبقى كادر مستقبلي، ثم خرج بان كره القدم 10% تاكتكس اقل، ثم اصلا انا مش دوري في مصحه نفسيه ان اكلم اللاعب. فكانت تجربه كلها استفاده شخصيه لايمن عبد العزيز على المستوى المادي فقط، ومصر ما استفادتش حاجه لان هذا الشخص غير مؤهل انه يكون كادر تدريبي في المنتخب المصري لاي وقت بعد كده. اعتقد كان كلام مهم، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معانا زي ما احنا دايما بنكون مبسوطين بوجودكم، ويظل النادي الاهلي خط احمر من حيث حقوقه وتاريخه ومبادئه اللي احنا كلنا تعلمناها وماشيين عليها.